بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، بين الشيم والفيم تسكن الحقيقة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 685 من برنامجكم ملك وكتابة، واللي بدأ المهندس عدلي النهاردة بداية فلسفية شوية. شوف يا أستاذ إبراهيم، نحن نعيش في أكبر محاولة لتزييف الحقيقة وتغيير الواقع، لكن التفاصيل هتيجي في ميعادها. أنت عندك فقرة هشرح لك معنى هذا الانترو. إبراهيم، طيب هنشوف بقى أبرز عناوين هذه الحلقة المهمة اللي إن شاء الله تستمر مع حضراتكم حتى الواحدة بإذن الله. مقالي ومقاله، الهم الأول والأخير مغازلة الجماهير. الغربال في كشف المخسوف وكسف المكشوف. بعضمة لسانه كده برضه خرمت الأذون يا أهلي. الشموع الحمراء الأمير عبد الله الفيصل. أسرار الملك وائل جمعة الصخرة. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده يمكن المحتوى اللي هنناقشه مع حضراتكم تباعا، لكن قبل ما ندخل في ضربة البداية عايز أطمنكم على استئناف فريق الأهلي لتدريباته النهاردة بعد الأجازة لمدة 6 أيام. الفريق استأنف النهاردة برنامج إعداد خاص جدا لمباراة الترجي، سفر يوم الثلاث إن شاء الله إلى تونس، المباراة يوم 19. لكن كانت الحاجات اللي بتبعث على التفاؤل في مران اليوم، اللعيبة راجعة بحالة جيدة، اتعملت مسحة للتأكد من سلامة اللاعبين الأجازة اللي أخدوها، وكل واحد اتحرك براحته. لكن الحمد لله المسحة الأولى أو المسحة اللي أجريت أثبتت أو جاءت سلبية كلها لكل اللعيبة حتى الآن الحمد لله. كمان الحاجة اللي ريحت الجهاز الفني إنه أفشى وبحمد الله بيتطور وبيتشافى بسرعة بمعدل أعلى من الدكتور أحمد أبو عبلة كان متوقعه. تعرفين أفشى كان عنده جزع في الأنكل وكان عنده صعوبة شوية حتى لافف الأربطة كتير وخضع لعلاج مكثف، أهو بدأ يتمرن النهاردة ويجري، ما يعني إن شاء الله باشمهندس فرص لحقه بالمباراة كبيرة بإذن الله. لأنك أنت لمست نقطة، قلت الأجازة الطويلة والتي كان يتمتع بها معظم اللاعبة إلا المصابين وأولهم أفشى. وكان دائما الأخبار والصور بتبين حجم الإصرار عند أفشى إنه يرجع بسرعة. فهذا النوع من اللعيبة الملتزم قوي اللي هو يعني بيبقى زمام الأمور في إيده. كان كده الكابتن عصام الحضري. كان يصاب تلاقيه بعد نص ساعة بيبتدي يمارس التأهيل. النوع ده بيبقى عنده إصرار على العودة بإذن الله. يعني يلحق بالمباراة دون أن نخاطر به بإذن الله. أفشى بيقترب بشدة إن شاء الله خلال يومين ثلاثة يدخل للتدريبات بشكل أساسي في الكرة. لكن محمد هاني يمكن فرصه شوية صعبة، وإن كان الجهاز الطبي طبعا بيكثف جلساته معاه، تعرفين إنه عنده شد في الخلفية أو في الأمامية بيخضع لعلاج مكثف. الجهاز الفني مش معول كتير على فرص لحق هاني بالمباراة، وطبعا عنده ترتيبات كتيرة للبديل اللي يلعب في الناحية اليمين. عشان ما حدش يتصور فيه تقصير من جانب الكابتن محمد هاني، لأن الإصابات العضلية سواء بالشد أو التمزق هي أرزى الإصابات لأنها خادعة وغدارة. وطاهر محمد طاهر، انتوا عارفين طاهر كان خرج من معسكر المنتخب الأولمبي، كان عنده إصابة خفيفة، لكن الحمد لله بالعلاج مع الجهاز الطبي في النادي الأهلي ثبتت شفائه ويرجع لمعسكر المنتخب الأولمبي بحاجة جيدة. محمود متولي أيضا بيأدي تدريباته التأهيلية، إن شاء الله يرجع سريعا، وبكده يكون ده كل ما في مستشفى الأهلي. ربنا يسهل، أخبار يعني بإذن الله تكون مطمئنة وطيبة. اللي جاي مهم جدا جدا، وسيتعرض النادي الأهلي لأصعب فترة في تاريخه في كرة القدم من حيث تلاحم المباريات وتغير الأهداف. منتخب الأولمبي مباراته الودية الأولى مع جنوب أفريقيا خلصت دلوقتي، فاز 2-0، دي التجربة الأولى عنده. مباراة تانية إن شاء الله
يوم الحد، والكابتن شوقي غريب بيجهز كل العناصر اللي قبل ما يختار منهم القائمة اللي هيسافر بها طوكيو إن شاء الله. بس في حاجة مهمة، أحرز هدفي المباراة مصطفى محمد، كابتن مصطفى محمد الذي يعني تطار حوله علامات تشكيك جامدة في موافقة ناديه اللي هي ملزمة في الأولمبياد بالذات، لأنها مش أجندة دولية بحيث أنه هو يعني يلتزم أنه يلحق بالمنتخب، لازم ناديه يوافق. وهنا يعني الرسالة ربما التي أراد أن يعني وصلها كابتن شوقي غريب، لأنه اعتمد عليه في 90 دقيقة أن يا جماعة من فضلكم عايزين تعاون، اللعيب مهم جدا لمنتخب مصر. هل هذا وجلطة سراي عنده مباريات في التمهيد الدوري الاوروبي في الملحق، فبالتالي اما نشوف هيتمسك بيه. يعني اذا لم يستطع ان يصل الى اتفاق يبقى احنا ضيعنا مباراه وديه بلا طائل. لكن لو هو اراد ان يوصل رساله ورساله تكون وصلت ويكون لها اعتبار هتبقى ذات جدوى. طيب النهارده كمان الخبر المهم ان النادي الاهلي حصل على حكم من المحكمه الرياضيه الدوليه برفض الطعن اللي قدمه نادي النجم الساحلي ولاعبه كوليبالي. كوليبالي اللي كان هرب من النادي الاهلي لف لفه وبعدين راح النجم الساحلي، الاهلي رفع عليه دعوه قدام المحكمه الرياضيه الدوليه، خد الاهلي تعويض بمليون يورو، مليون و400 الف دولار. النادي التونسي طعن هو وكوليبالي، تم رفض الطعن وتأييد أحقية الأهلي في الحصول على هذا المبلغ مليون وربعمائة ألف دولار، بالإضافة إلى 15% غرامة تأخير من أكتوبر 2019. لا، ونقطة مهمة جدا بيبقى لها من ناحية الشكلية في النطق بالحكم معنى كبير قوي. وإلزامهم بالمصروفات ده مش بس كده كمان، ده اداله شهر لو ما هي دي ده القانون كده اللي بيبدي يروح للمحكمه التاديبيه بقى، يعرض على المحكمه التاديبيه. لا، ده ممكن يبقى فيه عقوبات كتيره جدا. لكن الالزام بالمصروفات يعني خلاص بقى ما تحولش في حاجه تاني، انت السبب بقى، انت السبب واضحه، شيل بقى. ال 15% برضو عايزين نفهم الناس انها هتتجاوز 600 او 650 الف هو يورو ولا دولار؟ دولار. يعني انت المده اللي فاتت ما راحتش هدر برضه. ايوه. هتعوض عنها، يبقى التعويض اللي هتستلمه يزيد عن 2 مليون دولار. ده كان كل ما لدينا من اخبار سريعه، لكن زي ما انتم متعودين دايما وابدا ضربه البدايه مع مقالي وما قالوا. الهم الاول والاخير مغازلة الجماهير، ايه؟ هي ليها علاقة شوية بالانترو اللي انا هقول لك بسرعة، ان هو مع مغازلة الجماهير هو ده الغرض منه. يعني الناس مش هي بتزيف ليه الحقيقة اللي هي عارفاها؟ ليه عايزة تغير واقع؟ عشان تقدر تصدر لجماهيرها سبب لعدم القدرة على ملاحقة الأهلي. فمغادلة الجماهير، أنا ممكن أغادل جماهيري إن أنا أحقق لها أهدافها، ممكن أغادل جماهيري إن أنا ألبلها طموحاتها وطلباتها، أجدد للنجوم اللي هم بيحبوها، أعمل إضافات جيدة لفرقتي، أدافع عن حقوق نادية. إنما أنا أسيب كل ده علشان أغيب الواقع وأقول كلام يصل بعد شوية إلى المنظر اللي هي زي في السيرك، الحركات الاكروباتيه اللي بتبهر ولكنها في الاخر لا تحقق تقدما لاحد. فاللي بيحصل ده مؤكد استاذ ابراهيم هو مغازله بحته للجماهير، لان من يقوم بهذه الافعال يعلم قبل غيره انه لا يتحدث بالحقيقه. انت عندك طبعا فقره انا مش عايز ابوظها فيها تفاصيل كتير، هندي امثله. صحيح. بالعكس، اكتر من فقره هتجد اكتر من فقره ليه علاقه باللي انا بقوله ده. في الاخر ارجو من كل الجماهير، واذا شاء جماهير الزمالك ان تتابعنا عشان برضو تشوف اذا كنا احنا بنقول بدلائل ولا قصدنا، احنا هنا لا بنحفل ولا نسعى الى ان احنا يعني نجادل ولا حاجه، انما المساله بقت واضحه جدا جدا، ان تكرس كل الاسلحه
الأول الإعلامية، وبعدين زقيت شوية لعيبة قديمة ملهاش كان أدوار كبيرة معاك إنها تتجاوز حق النادي الأهلي وتكرر يعني المظلوميات. والآن ومن فترة بس ابتدى يلحق يعني تباعا نجوم جدد، يعني كنا متعودين مثلا عن أسماء بعينها، دلوقتي بنكتشف ناس جديدة بتخش داخلة على الخط داخلة على الخط تكرر نفس المعنى، بس وهي تكرر نفس المعنى الحقيقة بتهدر المصداقية وراء هذا الإلحاح يعني التكرار الذي يحدث. وأشكرهم جدا زي ما هتشوفوا كده، ربنا خلهم لنا لأن هم أجهضوا هذه المحاولة بشكل سافر. ده صحيح. طيب لا يفوتنا طبعا بعد نهاية مقالي ومقاله أن احنا نتوجه للكابتن الكبير الكابتن مصطفى عبده كابتن مصر والنادي الأهلي والزميل الإعلامي الكبير كابتن مصطفى عبده. يوم السبت إن شاء الله هينطلق برنامجه الجديد عبر شاشة الأهلي المجري، والانطلاقة الجميلة إن هي جاية في عيد ميلاده النهاردة 10 يونيو عيد ميلاد الكابتن مصطفى عبده. لا وانطلاقة قوية، بنقول له كل سنة وانت طيب يا مجري. يعني طبعا يعني أما يختص كابتن حسن حمدي بهذه الانطلاقة هو ضيف حلقته الأولى يوم السبت الساعة 11 مساء كابتن حسن حمدي في ضيافة المجري كابتن مصطفى عبده. يعني هي انطلاقة قوية استحقها الكابتن مصطفى، كل سنة هو طيب، ألف مبروك على هذه الإطلالة اللي هتكون بإذن الله قوية والجماهير كلها مستنياه. أهلا بيك يا كابتن مصطفى. كل سنة وانت طيب يا مجري، وأهلا وسهلا بيك، ومزيد من التألق عبر شاشة الأهلي، وإن شاء الله تعالى تكون بداية قوية جدا، لأنه ما فيش أقوى من أن أنت تبدأ بوزير الدفاع، فأنا أعتقد هتكون حلقة قوية وتكون بداية جيدة. كل التوفيق وكل سنة وانت طيب يا كابتن مصطفى. ده كان أبرز ما لدينا سريعا، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل طيب لسه عندنا وقت شوية نقدر مدام المهندس عادل ربط الأحداث ببعضها نقدر ندخل مع حضراتكم في الفقرة المهمة جدا، وهي الغربال في كشف المخسوف وكشف المكشوف. ايه بقى اللعبكه اللي انتم شايفينها دي؟ ملك وكتابه واحد من اهم اهدافه انه كل الناس اللي فاهمه نفسها مستخبيه او مخسوفه شويه ونازله تتامر وتحدف طوب وتغزل كل اللي في بالها للوقيعه في الاهلي، ملك وكتابه مهمته انه بيسلط الضوء وبيكشف المكشوف. بس كمان الناس بقى اللي خلاص فاهمه انه محدش واخد باله، لا على الاقل بنقول ان يجب ان يكون في قدر من الحياء. ورغم ان البرنامج وصل للحلقه 685 النهارده، وانتوا حضراتكم تقريبا حفظتوا منهج ملك وكتابه والياته، الا ان البعض بيختلف كتير احيانا هو احنا المفروض نرد على الناس ولا لا؟ طب ننقي الناس اللي نرد عليها ولا نرد على اي حد؟ كان البدايه بنقول احنا همنا المكتوب وليس الكاتب، واللي اتقال مش القائل، ومع هذا تلاقي فيه نقطه جدل شويه. عندما كان المساله ما فيهاش هذا الخط الممنهج لتزييف الواقع، فكان خلافنا مع المكتوب لانه كنا بنتعامل انه وجهات نظر. بالظبط. ولكن عندما يرتبط الامر بمحاوله مكشوفه من القائل بما يقول او الكاتب بما يكتب ويثبت انه ده بيخدم على النقطه اللي احنا بنتكلم عليها دي. ايوه. ان احنا الاهلي قوي مش لانه قوي، لان الزمالك ساعات بيدي له فرصه، ولان التمويل اللي بيجي له ما بيجيش لحد تاني، وانه دي مش فير والدوله واقفه معاه اكتر من اي حد، ثم التحكيم ثم الدوله ثم يعني بعد كده انت 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 هتصل الى ان هم عايزين يوصلون الاهلي لخرم الاذون. ودي هنتكلم فيها في وقتها، لكن كل جمله من اللي بنقولها دي ليها مثل هيفسر اللي احنا بنقوله. طيب في مقالة مهمة له في مجلة الأهلي هذا الأسبوع كتب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين
في مقالته بعيدا عن الفلسفة يختص ملك وكتابه بهذه المقالة، وفيها بعض النقاط التي تحتاج إلى مناقشة معاه بعنوان الملك لا يرد على البلياتشو. بيقول الأستاذ حامد: أشفقت للغاية على صديقين العزيزين المهندس عادل القيعي والصحفي الكبير إبراهيم المنسي في حلقة الاثنين الماضي من برنامجهما الشهير ملك وكتابة. فكرة البرنامج زائع الصيت ببساطة هي أن المقدمين يتوليان الرد على ما يقال مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا من آراء أو وجهات نظر مختلفة تخص الملك الذي هو الأهلي، ومن هنا جاء العنوان الجميل للبرنامج. والمفروض منطقا أن تلك الآراء أو وجهات النظر تخرج عن إعلاميين بصفة عامة، سواء كانوا صحفيين أو مذيعين أو معلقين أو محللين، وبناء عليه يكون محتواها داخلا في نطاق العقل والمنطق والمعقولية، ويكون الرد عليها كذلك بالعقل والمنطق والمعقولية. لكن ماذا إذا كان ما يقال فاقدا للعقل والمنطق والمعقولية؟ هل يصح أن يرد الملك عبر شاشته على معتوه أو فاقد الأهلية أو مريض بالدونية؟ هنا يكون الأمر برمته موضوعا سائغا في عمل كوميدي مليء بالضحك في نطاق الكوميديا السوداء. وهذا هو الواقع الذي كان فيه الصديقان أعانهم الله، وهما يحاولان تقديم الأدلة على مصداقية أول قاعدة رياضية في الكون، وهي أن 1+1=2. ذلك أن البعض من فاقد العقل والمنطق يرون أنها تساوي 4. ولو عمل الصديقان العزيزان بقاعدة أنه إذا كان المتحدث مجنوناً وترك الحكم عليه للمشاهدين والمستمعين العاقلين دونما استفاضة في إيضاح عدم معقولية الجنون، لقد تحول الصديقان إلى ما هو أقرب ومن دون أي مبالغة إلى فيلسوفين يجريان حوارا مع مرضى في مستشفى الأمراض العقلية. وهنا يصبح التعليق العقلاني الوحيد على ما جرى هو: وما الذي اضطركما إلى زيارة مستشفى المجانين أساسا؟ وإذا كان الصمت صدقة على فقراء الأدب، فإن التجاهل صدق على فقراء العقل. إن أحدا ليس في حاجة على الإطلاق إلى إثبات على معقولية ومنطق القيعي والمنيسي في كل تعليقاتهما على ما ورد من عبثيات على لسان بعض المتحدثين رسميا أو تطوعا باسم نادي الزمالك الشقيق. لكن المشكلة أن الصراع الدرامي كان فاقدا أهم عناصره وهو التكافؤ، فبدا الأمر مثيرا للشفقة عندما يواجه عملاقان قطا صغيرا ولا يتوقفان عن توجيه الضربات له. وأتذكر أنني وضعت ذات مرة في نفس الموقف وكنت برفقة الصديق إبراهيم المنسي على شاشة قناة الأهلي، ففضلت الصمت إشفاقا على المعاتيه واحتراما لذاتي على رغم محاولاته دفعي للرد والتعليق حتى يتواصل الحوار وتستمر الحلقة حتى النهاية. إن كل ما سبق هو مقدمة لرجاء مني لفريق الإعداد في برنامج ملك وكتابة بضرورة الحرص الشديد على اختيار الخصوم في مواجهة الملك، والبعد التام عن هؤلاء من فاقد العقل والمنطق الذين لا يدركون الفرق بين النكتة والحقيقة أو بين الجد والهزل. إن أمثال هؤلاء ليسوا على مستوى مجرد ذكر أسمائهم على شاشة قناة الأهلي، وإنما مكانهم خيام سيرك الإعلام الرياضي الذي يذكرونني بالبلياتشو الذي يقف أمام خيمة الساحر وهو يصيح: على رجلها تنور، على ظهرها تنور. فيضغط الأطفال على أسرهم لمشاهدة الكهرباء التي سيتم توليدها من رجل القناة الفتاة التي ستطير في الهواء، وداخل الخيمة لن يجدوا شيئا مما قاله البلياتشو صحيحا. وعلى رغم ذلك سيعودون في أول زيارة ثانية للسيرك ويجذبهم نفس البلياتشو. وليس على الملك أن يرد على البلياتشو، ببساطة لأن كل مهمة البلياتشو هي تسلية الملك وإضحاكه وليس الدخول معه في حوار. وحسرتاه على إعلام رياضي في مصر صار مليئا بالبلياتشوهات. بداية أشكر أستاذ حامد عز الدين على ما أطلقه علينا من ألفاظ انتهت بالفيلسوفين والعملاقين والكلام ده، يعني هذا تقدير شكرا لي. نتمنى أن نكون نستحقه، ولكنه الراجل بيحبنا صحيح وبيثق فينا. وإنما هناك بعض الإيضاحات التي أرجو أن أضعها أمامه، لأنه هو لو أنت عايز تصف أي أحد بالجنون أنت بتبرأه. ليه بقى؟ لأن النهاردة
المجنون الذي يرتكب جريمة قتل لا يعاقب. طيب لو أنا اتعاملت معاه من الأول باستخفاف قد يصل به الأمر أن ينفذ جرائمه ولا يحاسب. ولكننا لا نتعامل هنا، اختلف معه، كل من يقول كلمة يعلم جيدا لماذا يقولها وهو بكامل قواه العقلية، وأتعامل مع هؤلاء لا بالحرص الواجب أنا كبرنامج والاهتمام الواجب الذي يستحق الكلام الذي يبدو عبثيا، لأن تكرار هذا الإلحاح الإعلامي فجأة زي ما قلنا بتفريعاته إعلام، جماهير، سوشيال ميديا، لعيبة قديمة، فنانين، أدباء أحيانا، ومقدمي برامج، تعلم أنا وأنت وربما الأستاذ حامد من يمول هذه البرامج والغرض منها، وتكتشف للأسف الشديد. وانت كده هتشيد بالأهل، انت توقع البرنامج. هو وعلى فكرة اللي بيمول البرامج دي للأسف الشديد يدعون أنهم أهلوية، عشان بس ما نروحش بعيد، وحنكشف في الوقت المناسب وبالحقيقة. فما أقدرش أخدهم باستخفاف، لازم، لأن إحنا لما كنا بندافع ما كناش داخلين في خناقة مناش دعوة بيها، زي ما أراد صاحب البرنامج أو مقدم البرنامج أن يدعي. الضيفين الكريمين اللي اتهموا بعد كده برضه بالتحيز للأهلي بمجرد أن قالوا لا ده من حق الناس دي تفسر الكلام وترد عليه، لأن هو أنت ما جبت الأهلي. هو أنت ما جبتش سيرة الأهلي، هو إحنا ردينا على خناقة بين اتنين مقدمي برامج على حاجة في شأن تاني. عام ولا في حاجة، في خلاف شخصي على تقييم حاجة. ده بيقول له أنت بتطبل للأهلي، ده بيقول له أنت هتوقع البرنامج عشان بتدافع عن النادي الأهلي، وهو الراجل تأدبا منه ما قالوش الله ما أنا سايبك يا سيدي تهاجم النادي الأهلي عمال على بطال وتسخر من كل شيء، لدرجة أنك أنت كل ما وبعدين كل ما يتحقق إنجاز، طب ما هو أي حد يقدر يجيب بطولات للأهلي، طب وانت ما انت شايف ان الاهلي قوي قوي كده ان اي حد يقدر يجيب بيه بطولات، امال بتستخف بيه وبتستنكر عليه حقيقه ان هو الرجل او النادي او المجموعه التي ليس لها منافس، عايز تغير هذا الواقع ليه؟ وتزعل ليه لما يجي واحد يدافع وانت بتسفه من انجازات الاهلي بدعوى انه الاقوى الذي اي حد، وبعدين تقول وهو الاكثر انضباطا والاكثر اموالا والاكثر والاكثر والاكثر، منتهى التناقض. فاحنا كان دفاعنا ان لا مش عايزين حد يبتز ولا يهاجم من اولئك الذين يدافعون عن النادي الاهلي، بالعكس لازم نبقى في ظهرهم. هذه ليست قضيه عاقل ومجنون، دي قضيه عبثيه، مشهد هزلي هنكشفه تباعا، وما نقدرش نوعد الاستاذ حامد ان احنا هنتفرج هنعقل. لان لو خدناهم ان دول الناس بتهرتل، هنا الخطورة الجامة، لأن كان بيتاخد الكلام إن ما قدرناش نوقف الزمالك هنوقع الأهلي بهزار وعدم اهتمام، لما كنا بنقول اختراق النادي الأهلي إعلاميا كان بيتاخد إيه أنت بتقول إيه يا عم، لما كنا بننبه إلى كل هذه الأمور مش ضروري نكتشف بعديها بسنين إن كنا يا ريتنا واجهناها في حينها. النهارده والإعلام ينحسر ويقتصر على آليات النادي الأهلي فقط، يا راجل ده في اعلاميين اهلاويه بيخافوا ويبينوا انتمائهم عشان يستمروا. يعني احد الزملاء اللي كل الناس كانت بتقيمه، انا مش هقول اسمه، وانت كنا بقول لك قلت لك تابعه، ستجده قد يعني اصيب بالذعر اذا جاب سيره الاهلي بخير. فابتدى هو كمان يمشي في اتجاه التلقيح والهجوم. وهو رجل كنت اعلم انه يحب الاهلي، ما كانلوش دوافع، يعني ما بتهموش انه له دوافع ولا شريك، ولكن خايف على مكانه، خايف على مكانه، فاصبح انت مسؤوليتك انت بتحارب بالنيابه عن ناس كتير جدا، او مش بتحارب، احنا مش عايزين نسميها حرب، انت بتواجه، وبتواجه بايه؟ زي ما انت بتقول بالحقائق والبراهين والعقل والمنطق. ونستحمل هذا الحوار العاقل المنطقي اللي فيه وثائق،
لكن إذا فضلنا في كلام تلقيح وكلام هنثبته إنه هو يعني خلي بالك من الجملة أنا مش قائلها والله، بين الشيم والفيم تكمن الحقيقة. كل شوية هنوريكم ليه بيحصل ده. طيب الحقيقة إذا كان الأستاذ حامد قال الصمت صدقة على فقراء الأدب وصدقة على فقراء العقل أو فقراء حتى العلم، من حقنا أو من واجبنا حتى وإن كنا بعد كل هذا العدد الهائل من ساعات ملك وكتابة، إن احنا نقول للناس احنا عارفين احنا واقفين فين بالظبط، عارفين ضوابطنا كويس قوي، عارفين مسؤوليتنا كويس قوي، عارفين منطلقاتنا المهنية والأخلاقية. احنا في غنى خالص عن أي حد جاهل يحاول يفكرنا بحاجة هو يجهلها، لأنه ببساطة أي برنامج، لأنه حتى لما يتقال هو في برنامج قايم على استخدام فيديوهات القنوات الأخرى، احنا بجد، لأنه أي برنامج تلفزيوني لأي حد دارس إعلام، ما هي أصلا بقت شغلانة، أي برنامج تلفزيوني هي فكرة وهدف ومنهج وآلية. ملك وكتابة فكرته كلكم عارفينها، المنهج اللي واخده من البداية انتوا عارفينه، الهدف الدفاع عن النادي الأهلي بكل ما أوتينا من قوة في الحق، والآلية بتاعته انتوا عارفينها، استخدام الآلية بتاعته كده، استخدام كل ما هو يكتب أو يقال أو يذاع أو ينشر بأي شكل من أشكال النشر العام للرد على ده كمستند وكوثيقة. أنا مش هقول إن فلان سمعت حد قال إن فلان قال كذا. أستاذ إبراهيم يعني معلش لأن ما بتتقالش. بنضطر نقولها. هم الناس مش واخدة بالها إن إحنا أول ناس انتهجوا إن إحنا نرد بالوثيقة الموثقة صورة وكلمة. عايز أقول لك إن وكنا بنرد على إحنا أول ناس. طيب النهاردة هذه الآلية الإعلامية الموثقة أصبحت سائدة رياضيا وسياسيا وفنيا. باسم يوسف عمل برنامج كبير عليه الحمد لله. هو أنتوا بعديها بدل ما تقولوا يعني نشكركم أنكم نبهتوا الناس أن الآلية دي هي اللي بأقرب طريق للناس أنك تصدق أي حد. أنت بتقول له أنت قلت إيه وبتقول إيه دلوقتي بالظبط. أنت بتجيب له لقطة ترد على كلام أنت عايز تغيره. إحنا لما كناش نلجأ للآلية دي كان الحقيقة زمان اتغيرت بدري فيعني مش عايزين شكر طيب من حد، لكن على الاقل هنستمر على هذا المنهج مهما نالنا من سهام. شوف ما هو يعني ما هو الاستاذ حامد قال لك الصمت على فقراء الادب او حتى على عديم العلم صدقه، واحنا قابلين هذا التصدق. لا انت تصمت على لكن قليل الادب ممكن بس لازم حد يكون يقول له عيب يا ابني. طب ليه ما يقولوش عيب يا ابني؟ هتضطر انت تقول له عيب يا ولد، واخد بالك؟ أيوه. بعد شويه محدش بيرضعه. ايوه طيب فقراء العلم لا، هي ما فيهاش صدق ولا حاجه. انت لما تكون بتقول حاجه لا تعلمها واحد يعلمها ده هو الصدقه، انك تعلمه ما لا يعلم. بالظبط صح مش كده؟ صحيح. هو العالم بياخد صدقه ليه؟ لانه بيفيد الناس بعلمه، واحنا صحيح. لسنا من هؤلاء. صحيح. جزئيه انه الملك وكتابه لازم ينتقي من يرد عليهم، لا هنا انا بختلف مع الاستاذ حامد، لان هو هي الفكره فين؟ الفكره احنا بنحاول نحمي الراي العام من تصدير كلام كتير واكاذيب كتير مع الوقت ومع السكوت عليها للاسف، مع تعدد واختلاف الوسائط الاعلاميه المختلفه، انتشار مثل هذه الاكاذيب بيرسخها ويثبتها وبتشكل راي عام غلط، ونرجع بعد كده نقول هو مين اللي كان قال، فبالتالي ملاحقه الكذبه في منبعها ومطارده الكذاب بلسانه دي مساله مهمه جدا، ايا كان اللسان ده محطوط في بق مين، او ايا كان حجم صاحبه قد كده ولا قد كده، يستاهل او ما يستاهلش يترد عليه بشكل كوميكس او بشكل جاد، يترد عليه بشكل موثق او نقول له لا يا راجل بجد. كل دي اشكال من اشكال الرد اللازم التعاطي معاها كشفا للحقيقه وكسفا لمن يعتقد انه متداري. دي مساله او دي مهمه ملك وكتاب. طيب في الاخر بقى عشان نلخص الليله دي،
اللي مش عايزنا نجيب سيرته ما جيبش سيرة الأهلي. أيوة بالباطل. يعني جيب سيرة الأهلي قول كل اللي انت عايزه. يعني ده لو جيت وقلت الأهلي خسر المباراة الفلانية كذا كذا وكان أداءه سيئا انت حر، أي رأي فني وجهات نظرك هنقول دي أراء جاي. لكن مش معقولة ان تبقى أنت مكرس البرنامج بتاعك للتشكيك في الأهلي بطريقة ناعمة. ده يا راجل ده ضيوف لما كل ما اجيبوا سيره البرنامج يقول لهم لا ما تقولوش اسماء، لا ما تقولوش اسماء. هم حاسين والمتلقي فاهم. وانت فاكر ان انت لما تقول كده انت مستتر؟ واحنا مش متضايقين منك انك انت متصور انك بتهاجمنا، احنا بنرد ما عندناش مشكله طالما ان احنا في نطاق من الحوار المهذب. ما عندناش مشكله. لكن لازم تعرف ما تخليش حد عندك يسيء للنادي الاهلي، واحنا ما والله ما هنيجي نحيي. قول اللي انت عايزه بعد كده. برضو يعني حتى من الحاجات في التعليق والرد على النشر الصحفي بقى، وحاولنا كتير جدا ان احنا نحجب اسم الصحيفه علشان ناكد على انه هدفنا مش ملاحقه ولا التعليق على اي زميل او اي صحيفه، احنا فقط على المكتوب، خاصة لما يكون بيتعمد نشر حاجة ضد النادي الأهلي في توقيتات معينة وبقى كذيب. مش يعني انشر أخبار ما شئت، قول وجهات نظرك الفنية كما ترى، لكن لما تدعي إن دي أخبار ومن داخل الأهلي ومن داخل الغرف ومش عارف إيه، ويثبت إن أنت بنفسك اللي بترد على نفسك بعد 24 ساعة. مش هذكر لكم اسم الصحيفة، لكن لما جورنان يطلع يقول لك السولية تحت التهديد، موسيمان يوافق على رحيل مسمار الارتكاز، والوفرة والسن أبرز المبررات، التخطيط اللي هي اللجنة يعني تتصدى لرغبة بيتسو، وبدائل عمرو غير مقنعة. يا سنة، عمرو السولية رفضه كده بيتسو بشكل غير طبيعي. الكلام ده كان يوم الأربعاء، تاني يوم اللي هو النهاردة نفس الجورنال اللي فات ده التلات، امبارح بقى في جورنال الاربع الاقي رفض رحيل السولية، نفس الجورنال رفض رحيل السولية، اتجاه قوي ظهر في النادي الاهلي يميل الى رفض رحيل عمرو السولية لاعب الوسط بعد ايه بقى؟ بعد التمسك به من جانب المدير الفني الجنوب افريقي كعنصر اساسي بخلاف خبراته الكبيرة التي يملك. شوفوا كان السن وله بدايل، اصبح نفس بيتسو موسيماني الكلام ينسب اليه، زي ما نسب إليه أنه مش عايز عمرو، نسب إليه أنه بأي شكل من الأشكال عايز عمرو يكمل ويرفض إعارته إلى أي دولة أي نادي خليجي. هي الفكرة هنا إيه بقى؟ يضربوا أكتر من عصفور بحجر واحد. إزاي؟ يبينوا أن في خناقة بلجنة التخطيط والمدير الفني. ونرجع نقول هو موسيماني كل يوم بيبعت كلام للجنة التخطيط. يا جماعة خلينا عقلاني، طب نرد ولا ما نرد؟ خلينا عقليين شويه. ان لحد النهارده لم يثبت ان فيه شيء. ده هو حتى وكيل اللاعب لما قال اتمنى ان يعار، رجع تاني قال ده رايي الشخصي. اذا مفيش عروض رسميه جت لسه. عشان موسيماني الراجل كان مسافر ولسه جاي. يعني هو كده انه يدخلك يعمل لك نوع من التوتر سواء مقصود او غير مقصود للعيبه. يعني ماشيه بقى في السياق اللي احنا بنتكلم، ولا حتى علاقات الاهلي مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي والكابتن شاوي غريب ربنا وفقه بيسعى انه يعمل افضل قائمه يسافر بها طوكيو ان شاء الله. الاقي نفس الصحيفه الاهلي يضرب احلام المنتخب الاولمبي. بصوا بقى ليه يا سيدي؟ قال لك رفض مشاركه الشناوي في دوري طوكيو بسبب دوري الابطال، فيرد عليه جورنان كبير في نفس المؤسسه يقول له شوقي غريب بينتظر جلسة الجبلاية ومسؤول الأهلي لتحديد القائمة، وإنه الجهاز الفني للمنتخب بينتظر يعقد جلسة مع مسؤول النادي الأهلي في حضور المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة من أجل التنسيق حول انضمام اللاعبين في الفترة التي تشهد مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر. يعني حتى نفس المؤسسة في جورنان كبير هو اللي بيقول ده، وتقول صحيفة الوطن إنه في ثلاث سيناريوهات لإنهاء أزمة الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو. وقالت الوطن إنه من المقرر أن يصل المنتخب الأولمبي إلى طوكيو يوم 16 يوليو
للدخول في الفقاعة الطبية استعدادا لدورة الألعاب اللي هتبقى من 23/7 ل 15/8. إذن لا الأهلي ضرب أحلام المنتخب، ولا الأهلي بيعادي شوقي غريب، ولا الأهلي بيرخم على اتحاد الكرة، ولا في أي حاجة من كده على الإطلاق، لكن هي إثارة الأزمات باستمرار. وعشان كده ده منهجنا، إن احنا بنقول لكم الجورنال ده قال كذا يوم الثلاث ورجع يوم الأربع قال كذا، والحقيقة هي إنه لسه أحمد مجاهد هياخد شوقي غريب ويقعدوا مع مسؤول النادي الأهلي ويشوفوا تنسيق المواعيد للفترة اللي جاية إيه، والمؤكد إن الأهلي عنده كل الاستعداد لدعم المنتخب. بس أنا عايز أقول بسرعة قبل ما نطلع الفاصل، إذا كان يعني طلب ضم أي لاعب من الاتحاد الدولي غير ملزم في الدورة الأولمبية، فبقدر ما سيدار المنتخب الأولمبي بقدر ما سيستفيد، لأن أنت برضو في منتخبات هتفقد، زي مثلا ممكن الأرجنتين اللي طلبت ميسي مثلا، ها، أو أي فرقة تانية تطلب لعيبة على هذا المستوى أنديتها مش هتوقف. محمد صلاح أنت حرمت من محمد صلاح، لكن المنتخبات الأخرى حرمت، ولغاية دلوقتي ليفربول ما بعدش رد بالرفض النهائي. أنا بفترض إذا كان من حق ليفربول أن يفرض محمد صلاح مش هيدي ساديو ماني، فاهم قصدي؟ يعني أنت هتحرم من عناصر، لكن أنا كمان شايف إن المنتخب الأولمبي يعني النهاردة في وفرة في خط الظهر جامدة جدا، يعني النقص هيبقى الأطراف، ودي موجودة في مصر. مصطفى محمد بكرة مسافر تركيا عشان يحاول هو الآخر يتفاوض مع نادي جلطة سراي ناديه، على أمل وأنا إنه يرجع للمنتخب إن شاء الله. أتوقع أن جلطة سراي هيوافق لسببين، إن الأدوار التمهيدية في أوروبا يستطيع أن يأخذها، لكن الأهم من كده ما هو عنده لعيب عايز يعرضه بقى، فلو هو هيبقى موافق بالشكل ده اللعيب اللي هيدفع فيه 5 مليون ده هو لسه ما اشتراهوش من الزمالك، هو لسه عايز يفعل الشراء. يا عم هيشتريه، عنده البند من حقه، لا هو بقى ثمنه 20 او 30 مليون دولار هيشتريه في ثانيه. طب افرض ما وفقش، ممكن يبقى له راي ثاني. يعني هو هيستفيد من مشاركه كابتن مصطفى محمد في الاولمبياد، اللي نتمنى لو شارك ان ربنا يوفقه جدا جدا جدا، ويا رب يعوض او يكرر تجربه إنني وصلاح. نتمنى إن شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كده برضو خرمت الأذون يا أهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. شرحنا لكم في الغربال منهجية ملك وكتابة والآلية اللي بيستخدمها بكل المهنية والانضباط والالتزام، ووضحنا لكم إحنا ليه بنضطر أو بنكون دايما وأبدا ملتزمين بالرد على كل اللي يتقال، حفاظا على رأي عام بنتمنى دايما وأبدا أنه توصل له الحقيقة والحقيقة فقط. لكن لو هنسيب بقى كل واحد يلعب براحته ويغذي كل الشائعات اللي هو عايزها ويروج كل حاجة عايزها ضد النادي الأهلي ويعكر صفو أي علاقة للأهلي مع أي جهة، الناس دي لما تثابت ولعت الدنيا في علاقة الأهلي مع أندية كتيرة. شفنا اللي حصل في المحلة، وشفنا اللي حصل في بورسعيد، وكلها كانت بفعل هذه المصادر، وكان بيتقال ساعتها النادي الاهلي اكبر من انه يرد، والاهلي اكبر من انه يرد. طب والاهلي لما اكبر من انه يرد المفروض اكبر من ان يساء اليه، اكبر من ان انت تكذب عليه، اكبر من ان انت تحاول تشوه صورته، اكبر من ان انت تعكر صفو علاقاته مع كل الاطراف. ده لو انت فعلا مؤمن ان الاهلي اكبر من ان هو يرد، يبقى اكبر من ان يساء اليه. ده اللي كان نقطة نظام مهنية نتمنى أنها تكون وضحت، لكن هناك كلام كثير مهم في بعضمة لسانه. كده برضو خرمت الأذون يا أهلي، مش اكتشفنا أن الأهلي ده عامل كل حاجة في المجرة؟ الأهلي تقريبا هو اللي ضيع صاروخ الفضاء الصيني اللي فضل تايه في الفضاء، النادي الاهلي هو اللي عمل كده. لانه في واحد ممثل، انا الراجل ما كنتش اعرفه، بس الفيديو اللي انتشر تحب تسمعه؟ نسمع عشان الناس تراجع معانا، بس لانه الكلام مش يعني لما يتهم الاهلي بكل الحاجات دي، لا لازم نشوف المعقوليه راحت لفين يا استاذ حامد.
هدف نادي الزمالك، اسقاط نادي الزمالك او ارباكه سنتين ثلاثه لحد ما الدنيا تتظبط الناحيه الثانيه وترتفع الاسهم والميداليات والبطولات، نكون احنا خبطنا في بعض شويه في حاجات خايبه زي دي، نيجي نلتفت للموضوع نبدا من الصفر ثاني. ده انت قلته وقريت المشهد قبل ماتش الاهلي بتاع افريقيا النهائي؟ مباشره والله، من ايام الدور قبل النهائي، من ايام ما هربوا كارتيرون. متهدد بقى في عياله في اسرته، لازم تمشي دلوقتي دلوقتي. يعني عايز تقول ان وكان هناك حمله انتهجت او ممنهجه ضد الزمالك كي يخسر في بطوله افريقيا في النهائي امام النادي الاهلي؟ أيوة قلت الكلام ده كتير وقلته في برامج كتير، واضح جدا ان الموضوع يعني مدبر، اي حد هيقف وشهم هيموت. قصدك يعني يموت رياضيا يعني. طياره بايرن ميونخ بجلاله قدره اتاجلت 9 ساعات. ايه؟ طياره بايرن ميونخ بجلاله قدره والله اتاجلت 9 ساعات عشان تطلع يا دوبك على الماتش على طول مفرهدين. وصلوا العالميه، وصلوا العالميه. الترجي النهارده في 7 ولا 5 بيشتكوا في الاتحاد التونسي. بيشتكوا الفريق، بيشتكوا الاداره. والله دي حاجات عاديه يعني يا جماعه، صدف يعني دي مثلا ولا ايه؟ هم ده نادي الزمالك اتنقل مقره 4 مرات، وفي نادي كده في الدنيا؟ لا والله. احنا فرهدونا. ساسي هيمشي. النهارده يعني خلصوا. الزمالك مؤثر هيمشي يعني هيمشي، هيتطفش. باتشيكو لم الفرقه، باتشيكو لم الفرقه ومسك نفسه، طيروه برضه بلا سبب، بلا سبب. بجد عيب. نادي الزمالك نادي مصري، مش نادي كازاخستاني مثلا. خلاص ما هو الثاني بيكسب بطولات زي ما هو عايز، ولو عطلجت بيعرف يجيبها يعني، لو عطلجت حتى بيعرف يجيبها بطريقه ثانيه. فانت عايز الزمالك ايه؟ ما تسيبه ينافس بشرف، وانت كسبه برضه بالطريقه بتاعتك اللي بتعرف تكسب فيها وتمام، بس سيبنا نعيش طبيعي، سيبنا عيش يا بيه يعني، عيش وسيبنا عيش. كلام مبهر. وانا مش هناقش طبعا قيمته الفنيه، لان يمكن ساعات كان بيعجبني، واخد بالك، في حدود كممثل. ولكن فزاع قرر ان يكون فزاع. طب هو قال كده ليه؟ هقول لك قال كده ليه، بس انا عايز امسكها حته حته. خوفوا كارتيرون، والله هربوا كارتيرون وخوفوه عشان يهرب، وانا عرفت ان بعد ساعات الكلام ده عشان الماتش يضيع. إذن كارتيرون كان بيتلقى تهديدات خوفته فجري. فجري ازاي بقى؟ انه جاب عقد في التعاون. والاهلي. والاهلي واصل مع التعاون. واخد بالك؟ طب هنقول ده الكلام ده صح، ماشي، مش هناخده. انا اصل انا في الاول والله خدت الكلام كله بهزار طبعا، بس وانا اتصور انه كان هو يقصد الهزار. بس الاهلي ركبت معاه فسق فيها يعني، هي في البدايه، لانه قال كلام يضحك في مش يضحك يا جماعه. لو انتم مصدقين يا اهل الزمالك، خدها واحده واحده. والنبي الراجل ده قال لكم ايه؟ قال كارتيرون الاهلي خوفه فهرب. جميل جدا جدا جدا. طب ايه اللي رجعه؟ ايه اللي طمنه ورجعه؟ الاهلي قال له تعالى فجيب. يعني لما هو خوفوه هرب يعني. كوليبالي راح تجيب الخوف. كوليبالي من النادي الاهلي هرب، كان بيتلقى التهديدات وهرب، بس ما رجعش. يعني هو، لكن لو كارتيرون ما كانش رجع كان ممكن حد يعني ينساق في هذا الكلام العجيب. لكن طالما ان واحد خايف، ايه اللي رجعك؟ ايه الظروف الجديده اللي رجعت؟ واللي كان قبليه كان هربان وجه ورجع مشي، يوم يقول لك ومشوا باتشيكو اللي كان ماشي كويس. هو اللي مشى باتشيكو يا ابني؟ ده باتشيكو ده قصه. لما تشوف شكوى باتشيكو. فقال لك باتشيكو عمل ايه؟ ما هو برضو الناس دي معاها ناس مش سهله. لما باتشيكو حس انه هيتغدر بيه وان كارتيرون الخائف رجع، راح عامل ايه؟ بعد يعني زي جواب او نوت او ايميل للاداره، قال لهم انا هبتدي تدريب يوم السبت، بس كان يوم الخميس. رد عليه قالوا له لا ما تجيش، خلاص انت دورك انتهى ومش هتمر. فاعتبر ان ده مستند معاه، هو ده المستند اللي اداله كامل مستحقاته. واخد بالك؟ هو 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 يعني باتشيكو الاهلي اللي مشاه، انتوا مصدقين يا زملكاويه هذا الكلام؟ واخدينه بجديه يعني؟ طيب واخدين
واخدين بجديه ان الاهلي عطر طياره بايرن ميونخ. طياره بايرن ميونخ 8 ساعات. ايه السلطه الانترناشونال ده؟ ده الاهلي بيحكم العالم. واللي ضحك اكتر يقول لك لا قال لك عشان يجوا مفرهدين مفرهدين والاهلي مستريح. ماشي والاهلي مستريح. طيب لا اللي ضحكك بقى يقول لك سته من لعيبه الترجي اشمعنى دلوقتي بيشتكوا الترجي للمستحقات؟ طب لما الاهلي يقدر يقلب البساط على اي نادي ويخلي اللعيبه تنقلب عليه ما عملهاش ليه وهو رايح لهم كسبان 3-0؟ على فكره الترجي رد وقال ما عنديش اي مشكله مع اللعيبه. ده هم اللي بيخترعوا الكلام ده. ايوه العجيبه يعني هو يكذب الكذبه وبعد ما يصدقها يرد عليها. يا جماهير الزمالك والنبي انتوا واخدين الكلام ده بجد؟ طب هو الراجل ده لما عمل كده وانا اتصرف كان قاصد يهزر بص لقى نفسه بقى ترند وضيف في معظم الفضائيات. بيستضاف. طب عمل كده ليه؟ ارجع بقى هو هيفسر والله. اسمعوا اللي جاي. كمان بقى في مشكله عند بعض الناس ان فكره اللي هو ايه كانوا قالوها مره في برنامج وثائقي امريكاني كده قال لك بقى في مشكله ان ما بقاش في فرق بين الشيم والفيم. يعني ما فيش فرق بين العار او فكره الفضيحه والشهره. انا عايز اتشهر وخلاص. يعني حتى لو انا مفضوح بفضيحه شيم او فيم نفسي. انا جاي المهم الناس تعرفني وابقى مشهور فيحطوا عليا اعلانات او يخلوني اعمل منتج عن منتج شعر او منتج بتاع وانا بقدم ايه؟ انا بتنطط وبتشقلب واقف في الجيم او كبنوته بطلع اعمل تيك توك. هشرح لكم. هو خلص الليله بصراحه اشكره. الراجل ده لذيذ وجميل وواضح ان هو بيقرا. لكن وهو في لهوجته انه يعمل حاجه تحقق له الفيم ولو مش شيم. ايوه ايه الشيم والفيم؟ الشيم يعني العار والفيم يعني الشهره. طيب هو ليه انت بتلجا لحاجات صادمه تصل الى حد العار عشان تحقق الشهره؟ كان مره الاستاذ توفيق الحكيم اظن توفيق الحكيم كتب حاجه على شكوكو. عن شكوكو صحيح. فشكوكو رد عليه قال له امشي معايا في الشارع شوف الناس هتشاور على مين. يعني عايز يقول له انا اشهر منك. فقال له لا امشي مع واحده خليها تقلع ملط. لا ده قال له تعالى انزل انا وانت ونخلي راجل ينزل بلبوص ايوه واحد ونشوف الناس هتبص على مين. هتبص على مين؟ هو ده الشيم اللي حقق الفيم. فعندما تقلع ملط فكريا عشان تصل الى قناعات ناس بتحب الافيهات وبتحب البتاع ده فتبقى ترند وتروح في كل حته. وعلى فكره التعليق ده كان بيقوله ليه؟ هفكركم انه كان بيتقال له هو انت فين من الاعمال الفنيه دلوقتي وانت كنت بادي كويس؟ قال لهم لما لجأت الى الموهبه ما حدش سأل فيه انحسر الموضوع. فهو ربنا خليه خلي بالكم الشيم والفيم دي هي انك تعمل فرقعه حتى لو كانت غير لائقه عشان الناس تشغلك. خلي بالك جزء من الشيم مش انك تقلع. لا انك لفت الانتباه. لا جزء من الشيم انك تقول حاجه غير حقيقيه انت تعلم انها غير حقيقه. جزء من الشيم انك انت تتجاوز الواقع عشان تغيره. أيوه. هو ده العار. العار الا تكون صادقا. ايوه فالشيم والفيم شكرا. خليكم بقى عايزين ان الناس تشتغلكم بالشيم والفيم هتوصلوا لكل شيء. والله ما كنت عايز اتدخل النهارده الوضع اللي فيه نادي الزمالك انه دفع كل المستحقات بتاعه فرجاني لانهم بحبكم وساب الباب موارب وعمل شغلانه كده حد ما خد مستحقات قال لهم انا اسف انا قضيت احلى ايام معاكم سلام عليكم. وقبل كده النجاز عملها وقبل كده باتشيكو عمل. يا جماعه ما تضغطوش. ما هو اللي هيروح تحت تأثير ضغط الجماهير هيشتغلوه شوية ناس زي كده. ولذلك الأهلي بينجو بنفسه من هذا الأمر إن في لعيب الجمهور عايزه يبتدي يطلب طلبات لو حققها له النادي لا يا سيدي شكرا. يبتدي النادي الأهلي يلام وأول ما بيلام من جماهيره بس بيستحمل. بيستحملها. لأن يا جماعة الفكرة كلها هو الإدارة من فوق تمشي تبع ايه؟ تمشي يحركها هذه النماذج اللي بتدور على تحقيق مصالح ذاتيه في الاخر انه يبقى راجل مشهور والناس تقول يا سلام عليك وعلى حبك وانت بنموت فيك ولكن في الاخر ماذا استفاد
الزمالك من المهرجان اللي حصل انه شكك في الاهلي ابدا. الفيم والشيم ده بيشرح كل حاجه. وشكرا هشام. شكرا هشام اسماعيل. شكرا فزاع. لا ما هو شيم فيم هشام. هشام انت بتحافظ له على ال بحافظ له على على فرصه على فرصه الشغل على الايقاع يعني. وهو صاحب لا هو صاحب النو هاو مش انا. ده هو اللي قال يعني. انا بشكره صاحب النظريه. مش هدعي ان انا فيلسوف هذه الجمله. هو فيلسوف هذه الجمله. الكاشفه كاشفه جدا. ولازم مش جمهور الزمالك بقى، اي جماهير خلي بالكم من هذه النوعيه. هو الراجل حتى على فكره في بقيه الفيديو ده قال لك المنتجين بقوا يدوروا في السوشيال ميديا. أيوة. مين اللي عنده فولورز كتير، مين اللي الناس بتبص عليه، مين اللي الناس عارفاه. قال لك ما بعدش الموهبه، ما عدش حتى 20%، كلها بقت علاقات وسوشيال ميديا. فين فراح للشيم؟ لا راح للشيم عشان يجيب الفيم. عشان يجيب الفيم بالظبط. حتى لو كانت بالدرجه دي، حتى لو كان الاهلي. اسماء اخرى قد نضطر لذكرها. ماشي على نهجه، راح للشيم برضه. الناس كانت عاقله قوي وكانت كبيره قوي وتقيله قوي وتاريخها كبير قوي في الفن، وتشيمت. لكن اكتشف ان الموهبه لوحدها شويه شيم بقى، خلينا نعدي. طيب يتقال برضه الاهلي الراجل بتاع الشيم ده قال لك الاهلي هرب كارتيرون. يعني كارتيرون ده وحش والاهلي لعب في دماغه ومشاه، انت ليه رحت جبت الوحش تاني؟ ما انت ولا الاهلي اللي جابه تاني؟ برضه ده سؤال. بس اللي يخلي الاهلي يعطل طياره بايرن ميونخ في المانيا ويتدخل مع السلطات الالمانيه، لانه كانت مشكله مع السلطات الالمانيه وقتها، يخلي الاهلي يعمل كل حاجه حتى وان كان كارتيرون الفرنساوي عمل امبارح تصريحات لموقع الموقع الرسمي لنادي الزمالك، من ضمن الحاجات اللي بيعرضها عن ازمه الدوري الحالي والشكل المضغوط، قال لك ما هو كل ده اتعمل عشان الاهلي السنه اللي فاتت رفض يلغي الدوري عشان ياخدوا البطوله. الراجل ده يعني فعلا ما بيخيبش فيك ظنه. وانا مع المهندس عدلي انه يوم ما قال لوليد ازارو قطع الفانيلا واحنا هنا في ملك وكتابه ساعتها، ضيع البطوله. استغربنا واندهشنا من التصرف، ضيع البطوله. وانتقدناه وقلنا لا، لو ثبت ده فعلا يبقى ده فعلا لازم يمشي، سلوك غير رياضي ولازم يمشي، لانه كهرب الجو كله، حرض الاتحاد الافريقي وسخن الاجواء بدون اي مبرر، وكانت النتيجه اللي حصلت في العوده من كل الظروف اللي انتوا شفتوها. الراجل ده لما يعمل حوار او يقول تصريحات لموقع نادي الزمالك امبارح فيقول ان سبب ازمه الدوري الحاليه والجدول المضغوط ده انه الاهلي بجبروته السنه اللي فاتت رفض يلغي الدوري وصمم ان الدوري يرجع، ده تعليقه. لكن انا ما عدتش بستغرب حاجه عن هذه الشخصيه خالص بجد، ومش هستغرب لو اكتشفنا في يوم قفل شنطته ومشي. هو ماشي في سكه دغدغه مشاعر الجماهير لغايه لما هتجيله حاجه هيقفل ويمشي. لاها بتاكل وكويسه وتغطي على بعض الامور عنده كويس كده، لانه كان موفق جدا في اسبوع قدر يخبط بطولتين من المباراه الواحده. فعمل اسم كبير عند الجماهير، لكن مع النفس الطويل الدنيا بتختلف معاه، فهو بيضطر يلجأ الى هذه. مش هو بس، ناس كتير. ما احنا قلنا انك انت في الاخر بتكلم مين؟ هل انت عايز تذكر الحقيقه؟ ما الحقيقه مش هتنصفك، فروح في البتاع. طب لو الاهلي اصر على استكمال الدوري عشان ياخد البطوله، هو غلطان؟ لا مش غلطان. اي نادي هيصمم على مصلحته طالما انها شرعيه، ولكن هو ده اللي حصل. عودة الدوري يا جماعة كانت مسؤولية مين وعلى لسان مين؟ أظن مفيش حد زملكاوي من كل الناس دي قد الأستاذ عمرو الجنايني، والتسريبات اللي صدرت كانت كافية جدا تبين لكم هو الراجل ده كان بيخدم ناديه الزمالك ازاي وهو في اتحاد الكورة باعترافاته والتسهيلات اللي كان بيعملها. لما الدوري رجع السنة اللي فاتت الأستاذ عمرو الجنايني سألوا الكابتن أحمد شوبير عن عودة الدوري، نقول لك يا خواجه كارتيرون مين اللي رجع الدوري؟ الدوري واضح انه كان قرار دوله طبعا، يعني ما اعلنه الدكتور اشرف صبحي مع السيد اسامه هيكل اثنين وزيرين ثم رئيس مجلس الوزراء
ثم كان في المؤتمر مكتوب بناء على توجهات القيادة السياسية عودة مسابقة الدوري العام. تمام. هل حد من الأندية رفض عودة الدوري العام؟ قال لك أنا مش هرجع. خلينا نتفق إن هو قرار دولة. تمام. خلينا نتفق إن قعدتنا حتى مع أندية الدوري الممتاز هي ما كانش تصويت. أنا جاي بقرار دولة. فأنا واخد قرار دولة. طب يا جماعة تعالوا الدولة قررت كذا. الدولة قالت النشاط الرياضي كله يرجع بما فيه كرة القدم. دليل على كده اتحاد كرة اليد الاتحادات الدولة كانت ترى ان احنا عايزين نتعامل مع الامور وكأنه يعني نكون عند قدر المسؤولية بقى ونتعامل على انه وضع طبيعي. وده قرار دولة ونجحت فيه. يعني في كل مرة تدخلت وجهة نظر استمرار المسابقات. وعلى فكرة والسنة اللي قبل اللي فاتت اللي كان زمالك الدوري اياه اللي كان متقدم جدا ما زمالك كان بيقاتل ها وكانت سنه كاس الامم وكاس الامم لدرجه انه قال كملوا بعد كاس الامم كمان مش بس خلص قبل كاس الامم لا اجلوا وكملوا بعد كاس الامم ولكن اراده الاهلي استطاعت ان تحقق الفوز. اي يا جماعه اذا كنا هنفضل كل شيء نفسره ان دي حاجات غصب عننا وغيبيه احنا مبسوطين احنا اصحاب مصلحه في هذا. انا ارى ان المنافس بتاعي لو فضل يفكر كده انا في امان لو فضل منطق فزاع ده ماشي لا خلاص انا ببرر كل حاجه 100 يا ابني انت خليك فزاع خليك على كده بقول لك انت اذكى واحد في المدرسه بس الاساتذه مش بتحبك ليه بقى عشان انت مش انا مش قريب الناظر ومش عارف مين ابنك يجي عنه مذاكر بقى عنه مذاكر بس تفضل طول عمرك وانت ما بتطلعش الاول نتيجه ظروف خارجه عن ارادتك ليس لها علاقه بيك. طيب مسيو كارترون بقى اللي انضم لقافله ان الاهلي اللي عمل كل حاجه رد عليه الكابتن احمد شوبير امبارح. كارترون الحقيقه قال الدوري شهد اقامه موسمين في فتره مدتها الحقيقيه موسم ونص وبالتالي تم ضغط الموسم الحالي بسبب رفض الاهلي الالغاء الموسم الماضي لرغبته في التتويج باللقب في الوقت الذي كانت ترغب فيه معظم الانديه في الغاء المسابقه. يا مستر كارترون دي ما كانتش رغبه الاهلي دي كانت اراده الدوله يا فندم ان الدوري العام يكتمل وكان قرار دوله كان قرار بلد يا مستر كارترون. وانت حضرتك جاي المره دي شايل سيفك في كل كلمة دلوقتي فيها خبط هنا وهبد هنا ورزع هنا ليه؟ وانت حضرتك مشيت في السكة دي ليه؟ يعني حضرتك ماشي في السكة دي ليه؟ خلينا نفترض ان الزمالك كان كمل في افريقيا كان الست مباريات اللي لعبهم اكتر من الاهلي ما كانوش اتلعبوا. قال لك الزمالك ما خدش النقاط في كل المباريات التفوق فيها على المنافس والاهلي كان يواجه فرق ليس لها دوافع في نهاية الدوري العام. يا مستر كارترون الأهلي كان لديه 3 مباريات مؤجلة خسر 8 نقط من 9. طب ما الأهلي بقى لو كان فاز بدول يا مستر كارترون وكان الدوري شبه انتهى. لكن محاولة التشكيك واللعب على وتر الجمهور ده أمر الحقيقة مش مقبول ما ينفعش على الإطلاق. يعني والله كابتن شوبير يعني اللي انت بتقوله مفيش واحد عايز عاقل ما بيفكرش فيه ان هو ده الحق. طب تخيل بقى كابتن تخيل يا استاذ ابراهيم تخيلوا يا جماعه لو النادي الاهلي كان خد العلامه الكامله من الماتشات دي في ال3 ماتشات كان اللي طلب الغاء الدوري مين؟ كارترون او فزاع. بس للاسف الشديد الاهلي بس انا عايز اعرف حاجه انت اتصلت بالالمان ازاي عشان تعطل الطياره؟ واحنا في قطر واحنا في قطر انت استخبيت كده ساعه مش مضايقني يا ابراهيم فزاع عارف ازاي تجسس عليك لا مش عارف ازاي ده ما حدش غيره في مصر خد باله بسم الله ما شاء الله. الاهلي بجبروته وعطل طياره بايرن ميونخ في بلدها شفتوا كده بس بعد الفاصل هتشوفوا حاجات تانيه برضه. اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين معاكم من شاشة الأهلي اللي هو واصل بكل سلطاته ونفوذه لكل دول العالم وتقريبا هو اللي خرب الأوزون وهو اللي عطل طيارة البايرن في ألمانيا.
وهو كمان اللي بيسحب الارض من نادي الزمالك وهو اللي ماسك الريموت كنترول وبيوجه الاحداث عن بعد. خدوا بالكم الاهلي ده خطير قوي. نسمع كمان الفنان فزاح في حاجه مهمه. واللجنه بتاعت النهارده ديت هي بتقول لك ارض 6 اكتوبر هي خلاص ماشيه من النادي، يعني اللي بيحصل ده من جوه نادي الزمالك مش من بره. ما هو حضرتك بقى من ضمن نظريه المؤامره، يعني اسمح لي اشرحها. ان انت بيجيب لك السبب من جوه، قال يعني احنا اللي وحشين في بعض. انت بتتوجه يا باشا، بتتوجه عن طرق كتير، عن طريق مسؤولين تابعين لهذا الكيان، وبتتوجه باساليب تبان لك ان انت اللي غلطان، لان انت بتيجي تصرف فلوس ما تلاقيش، تيجي تعمل قانوني مثلا للحفاظ على الارض ما تلاقيش. ما هو مين اللي بيعطل لك الكلام ده؟ في ناس قاعده بقى منظومه واحده بيلموا بعض، في الاخر المسائل بتصب عندهم، انما احنا بنيجي نتصرف مش عارفين. هو ارض 6 اكتوبر هتتسحب ليله واحنا معاك، لو معاك فلوس مثلا مش هتتبني، مش هتتسحب. انت عمرك ما هتبني طوبه بره نادي الزمالك اللي موجود ده، ده انت هتحافظ عليه بالعافيه كمان، مش هيسمح لك يبقى عندك 7 أو 8 فروع زي ما هو بيستوطن المدن الثانيه. انت ما عندكش الكلام ده، شعبيتك مش هتزيد، شعبيتك تفضل تقل. تيجي تدور على مقرات ثانيه ما تلاقيش. انا ساكن في الشروق ولا ساكن في اكتوبر، مش هعرف اروح نادي الزمالك، هضطر اروح النادي اللي له فرع. كلام مهم جدا بتقوله. طب انا يعني بيبقى احساسك انت ايه كراجل زملكاوي وفنان زملكاوي وبتفهم طبعا في الميديا والاعلانات والكلام ده، وانت بتتفرج على اعلانات في اتجاه واحد بس في اتجاه النادي الاهلي واغاني اعلانيه؟ اقسم لك بالله يا احمد بيه، انا بنتي عندها 5 سنين قالت لي هو ليه كل الاعلانات، صغيره ما فهمش حاجه في الدنيا، لسه بتحب الزمالك وخلاص، زي بتحب نادي الزمالك كعضو يعني. ايوه. قالت لي هو ليه يا بابا الاعلانات كلها عليها اهلي اهلي اهلي؟ قلت لها عشان انت شايفه ليه؟ قالت لي عشان الاطفال ما يشجعوش الزمالك. طيب، مجموعه من الكلام الرايق اللي مقصود بيه الفيم. تخيل بقى لما يصل الامر بيه وفكره في مغازله جماهير الزمالك ان اللي سحب ارض اكتوبر هو النادي الاهلي. ليه؟ عشان الفلوس. بس هما يعني مش انتوا قلتوا قبل كده انه محقق مش عارف 2000 عضوية ولا كام؟ وان الفلوس الضخمة جدا اللي جت من وراه مش عارفين نوديها فين؟ ده كان في وقت من الوقت قال لك كانت محطوطة في اوض في نادي الزمالك. بس هم مش عارفين يلاقوه. هو اتسحبت الارض ليه؟ طب ما انت عملت عضوية وخدت الفلوس وما صرفتهاش على الارض. بس الموضوع بسيط جدا. والاهلي قالوا هذا الكلام وتم تهديده، والاهلي صرف وعمل وسارع بانشاء الفروع بتاعته. لانك انت بتاخد الارض بسعر معين، شريطه انك هتلتزم بالبنى في مده كذا. الدوله عقد بتنفذه، هتنفذه على الاهلي وعلى الزمالك وعلى اي حد. بس ايه حكايه بقى الاعلانات كلها بتاعت الاعلانات وبنته اللي جت تاكل حاجه لقيت عليها اعلانات الاهلي. طب هي بتاكل الحاجه دي ليه؟ عشان الاعلان نجح. ايوه، عشان بتحب الحاجه دي. هل بقى صاحب الاعلان وصل بيه الدرجه انه عشان اهلاوي يبقى بيحط صوره لاعب اهلاوي وهو بيستخف بالكابتن مصطفى شوبير؟ طب ما الراجل كان ممكن يحط صوره اي حد بقى من اللي بيلعبوا وعندهم الافيهات القاضيه ممكن ولا مش عارف ايه. يا حبيبي الناس رجال الاعمال دول ما بيتعاملوش بالطريقه دي، ما بيتعاملوش بالطريقه دي، بيتعاملوا بالطريقه هو لما بيحط عدلي ولا ابراهيم ولا حد على الاعلان بتاعه، مش بيحط عدلي ابراهيم لان الناس بتحب فلان وفلان، لانه بيمثلوا النادي الاهلي. المغزى ان احنا معانا النادي الاهلي من خلال نجومه، فهي القيمة التسويقية للنادي الأهلي. نشرح تاني، القيمة التسويقية للنادي الأهلي هو عن مصلحته. لو حط صورة عدل القيع ومحدش اشترى المنتج، بعدل القيع ده ما بيجيبش معاه نتيجة. طيب ما تيجي نشوف الأستاذ شادي عيسى. لا، قبل ما تشوف شادي، هي الأرض اتسحبت ليه؟ الأرض دي بتاعت الزمالك عشان ما اشتغلوش فيها. ده الاستاذ طارق جبريل نفسه الراجل المسؤول المالي. أيوة، كان عندك رد. قول، قال مين اللي سحب الارض؟
قبل ما فزاع يشاور على الاهلي الاستاذ طارق جبريل شاور على قصه الارض. هل في تحركات موجوده بخصوص الفرع الثاني؟ لان كنا سمعنا ان اللجنه اللي فاتت كانت عامله بروتوكول مع وزاره الانتاج الحربي عشان البدء في الفرع الثاني، فده مش هيتم غير ب 6 اكتوبر. طبعا. طب ايه اخر المستجدات في الملف ده، وهل في تكمله للبروتوكول اللي تم الاتفاق معاه مع الانتاج الحربي مع اللجنه اللي فاتت؟ بص، هو في معلومه الحقيقه ما كنتش عايز اقولها، وكنتش غير وكنا متفقين ما اقولهاش. طب 6 اكتوبر احنا ماشيين، يعني في فعلا كان في شبه اتفاق، يعني ما هوش اتفاق تفصيلي، لكن في شبه اتفاق بالحاج بتقول عليه دوت مع الانتاج الحربي. احنا هندخل فيه وهنتكلم فيه، فالديل لسه هندرس الديل، بس احنا قبل ما ندرس الديل نرجع الارض الاول. يعني نرجع الارض؟ يعني الارض تاخد في الارض. يعني انت يعني ما دي في تاني مره تتاخد؟ لا بص، عشان ابقى دقيق قوي، انذار، والانذار ده خلص. انذار بايه؟ انذار ان البرد خلاص مش بتاعكم. السبب؟ ما بيناش طوبه. بس انت طبعا مرتبط يمكن بس احنا لينا استثناءات يا فندم، ان انت مثلا صادفت كورونا، صادفت حاجات كان الوضع السياسي غير مستقر فتره من الفترات، فانت من حقك انك يعني في الناحيه الانشائيه دي ممكن يكون عندك بعض المرونه، يعني كفايه كورونا الفتره اللي فاتت دي. بص حاجه، يعني انا مش عايز احط مبررات. خلاص؟ لا احنا غلطانين. خلاص؟ لكن في الاخر الجهات المعنيه لا متفهمه. خلاص؟ متفاهم، مش عشان كورونا بقى عشان الكلام ده كله، متفاهم ان نادي الزمالك ده قلعه، ده نص مصر طبعا، ده لا تبغي الربح، مش بنجي ناخد ارض عشان نسقعها بالظبط. خلاص؟ فكل ده مفهوم طبعا. حلو. اكيد يعني، وهم متفاهمين الكلام ده، لكن هم كجهه اداريه لما تديك انذار ده شيء روتيني يعني إجراء. يعني طبعا، ان هو الارض والله لو فات عليها كذا لازم نبعت انذار في الثاني فنسحب الارض. فهم بيعملوا الشغل الروتيني بتاعهم العادي. خلاص؟ فاحنا يعني الاسبوع اللي فات اتفاجئنا بالكلام ده على فكره، الاسبوع اللي فات بس. انما احنا ماشيين في الامر من هنا ومن هنا، وفي دعم من الجهات المعنيه، وان شاء الله ما فيش مشكله باذن الله. الدوله بتدافع عن حقوقها فبتدي انذارات زي ما سمعنا، وبعدين بتنفذ، ولكن في النهايه كل الامور هتتحل باذن الله. لان الدوله واقفه ورا نادي الزمالك وبتدعمه باعتراف كل اللي بيطلعوا يتكلموا، وهنشوف بعد كده الى اي مدى وصل هذا الدعم. لكن يا جماعه ليه بنفسر الامور؟ الاهلي فين من هذا الامر يا استاذ ابراهيم؟ ايام مش اللجنه دي ولا اللي قبليها، لا ايام الوضع المستقر اللي كل الناس بتقول ان تم تغييره علشان ارباك الزمالك. طب ما هو في الانذار راح في الوقت ده، وكان الفلوس المفروض انها موجوده، وحصل اتفاق مع مؤسسه من مؤسسات المؤسسات الرسميه اللي عشان تختصر اجراءات كتير جدا انت رحت لها، الانتاج الحربي، كل ده وما فعلتش حاجه منه، فالناس نفذت انذارها. فعايزين تسمعوا بقى فزاع ولا الاستاذ طارق جبريل ولا الكابتن احمد سليمان؟ على ذكر الدوله ومسانده الدوله لكل الهيئات الرياضيه، لانه الزج برضه بحته اصله الاهلي هو اللي بيحل مجلس اداره الزمالك. لا العظيم الاهلي بقى يعني، بس بصراحه معاك حق فزاع، لانه الاهلي اللي يعطل طياره بايرن ميونخ في بلدهم لا مش بعيد عليه يحل مجلس اداره الزمالك. حتى لو الوزير انت ناسي ان الاهلي اللي خرم اللزوم، ده انت اللي قايل. حتى لو كان الوزير راجل زملكاوي كبير وحريص على نجاح نادي الزمالك زي ما هو حريص على نجاح كل الأندية، زي ما الكابتن أحمد سليمان وجه الشكر للدولة على مساندتها ودعمها لنادي الزمالك. إيه رأيك يا فزاع؟ تسمع أحمد سليمان؟ اسمعه. أنا أعلم من الله. أنا بص أقول حاجة للتاريخ، حاجة للتاريخ. الدولة المصرية صبرت على مسؤولي نادي الزمالك عشان خاطر نادي الزمالك. الدولة المصرية اللي الناس بتتهمها من هي ضد الزمالك، الدولة المصرية احتراما لنادي الزمالك ومن يمثلون نادي الزمالك صبرت عليهم صبرت مرات اثنين وثلاثة واربعة
عشان خاطر تاريخ نادي، عشان اسم نادي الزمالك، ان اسمهم مرتبط بنادي الزمالك. الدوله المصريه تقدر نادي الزمالك، الدوله المصريه تعلم قوه نادي الزمالك وقيمته وهيبته، واخبار حضرتك، والدوله المصريه رغم المشاكل اللي حصلت السنين اللي فاتت وبعض التجاوزات صبرت وضبطت نفسها بقوه لوجود ناس عملت بعض المشاكل مرتبطه اسمها بنادي الزمالك. شكرا يا كابتن مجدي. الدولة المصرية التي تم شكرها والاعتراف بدورها هي على لسان السيد وزير الرياضة لما قال لن نسمح أن يهتز الزمالك وحنوقف وحندعمه، وقد حدث. طب أقول لكم حاجة، هو الزمالك معاه فلوس ولا معهوش فلوس؟ طب هو بيصرف إزاي دلوقتي؟ في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها دي تم الصفقة، قد اقتربت كثيرا من النادي الاهلي سيف الدرع، اخو يحيى الدرع، لاعب كرة اليد، لاعب كرة اليد، واللي يعني قدمت اموال كثيرة جدا لضمه، فاز به الزمالك الان. يبقى فين بقى الاهلي وفزاع يعني الفلوس دي جت منين ونفوذ الاهلي راح فين والكلام ده كله؟ يا جماعة يا جماعة، الكلام اللي بيتقال ده هو نوع من الهروب من المسؤولية فقط، مش أكتر من كده، بدغدغة مشاعر بعض الناس اللي ممكن تصدق هذا الكلام. شوف، من تقريبا من سنتين أو حاجة أنا كنت قلت للزميل العزيز شادي عيسى، ما تسأل أخوك الأستاذ إبراهيم عيسى لما سأل الكابتن حسن شحاتة على المظلومية. كابتن حسن شحاتة الرمز الزملكاوي الكبير والنجم الأشهر في تاريخ كرة الزمالك كان رأيه إيه؟ فالحقيقة يبدو أنه شادي سمع الكابتن حسن شحاتة وقرى الأحداث وقرى فزاع كويس، حتى سمع الحوار بتاع فزاع، لا إبراهيم نفسه الأستاذ إبراهيم كان متفقا. هو احنا ليه تملي نروح لكده؟ والحقيقة أن احنا بنروح يعني كان معترفا ب صحيح يعني مش كابتن حسن لوحده. شادي انزعج من فزاع فقال إيه؟ نسمعه. أنا عاوز جمهور الزمالك يخرج من رأسه صيغة المؤامرة، صيغة المؤامرة. من يهدي الفوز بالدوري والفوز بالمباريات ليس دولة أو حكام زي ما كثير من جمهور الزمالك بيقول، لا، دي لعيبة نادي الزمالك هي من تهدي الفوز والبطولات للنادي الأهلي، من تساعد النادي على مدار التاريخ، مش النهاردة ولا امبارح، على مدار السنوات هي اللي ما بتلعبش بحماس. ليه؟ لانه جمهور الزمالك مصدر لهم المؤامرة، قايل لهم الحق ده في مؤامرة، الحق ده في مش عارف ايه، الحق ده احنا واحنا واحنا، انتوا احسن ناس، لكن الظروف لا. خطأ كبير يرتكبه جمهور الزمالك بالإصرار على صيغة المؤامرة. يتسم الجمهور بالإصرار على صيغة الجمهور، ملوش دعوة، الجمهور اللي بياخد اللي انتوا بتقولوه له، والإلحاح من هذه النماذج على هذا الكلام، ما هو في قطاع منه بيرتاح بهذه التفسيرات. زي ما قلت لك، لما انت ابنك تديله المبرر بيرتاح، خلاص مش هيذاكر وهيرمي كل حاجة على الظروف وعلى الآخرين. اللي انت بتقوله وقالوا الأستاذ إبراهيم وقالوا الكابتن حسن شحاتة وقالوا ناس كتير حقيقة من عقلاء الإعلام والرياضيين اللي بيشوفوا أن أحسن طريقة لعلاج أي مشكلة الاعتراف بيها. هو اللي بينكر مرضه بيعالجه ولا بياخد مسكن عشان ما يحسش بيه؟ ده إنكار للمرض. لكن أول طريقة لعلاج أي مرض أو أي سلبية أو طريقة لعلاج أي فشل الاعتراف بالمشكلة عشان تحط لها الحلول وتسعى فيها. لكن أنا بقول لك كتر خير الناس اللي معيشانا في هذه الدايلما، مش معيشانا إحنا، معيشنا قطاع معين هينبسط منهم النهاردة وبكرة لما يشوف الأذى الذي لحق بهم هيحاسبهم. لأن في الآخر عايز تنجح ولا عايز تتحجج؟ هو ده مربط الفرس. كان ممكن يكون رأينا ما تسيب الناس دي ماشية في طريق فزاع
زي ما المهندس عدلي قال التفسير المهم من بدري، ان طالما النهج او الفكر الفزاعي ده عايش والناس دي بتفكر بالطريقه دي، يبقى المفترض ان انت في امان والفوارق هتزيد، لانه في حد بيواجه وفي حد بيعالج وفي حد بيحتوي مشاكله ويواجه اموره بوضوح، وفي حد تاني عمال يتهمك ان انت اللي خرمت الاوزون وانت اللي عطلت طياره بايرن ميونخ وانت اللي سحبت الارض وانت اللي هربت كارتيرون وانت اللي لعبت في دماغ سياسي وانت اللي مشيت كارتيرون وانت اللي جبت كارتيرون وانت اللي هربت باتشيكو ومش عارف هيجي امتى. بس هي بالمناسبه، هل كان من الصح ان احنا نسيب الامر الفزاعي ده شغال والنهج الفزاعي ده بيتنامى ويكون الاهلي هو الكسبان؟ دي ربما تكون النظره الضيقه شويه حتى وان بدت خبيثه، لكن حقيقه الامر ما هو ده هدفه المباشر، تشويه النادي الاهلي وقيمته. لانك لما تيجي تقول الزمالك بيتعرض لمؤامره فانت بتتهم الاهلي بوضوح انه بيتآمر. لما تيجي تقول اصله النادي المنافس وكانه الراجل بيستنكف انه يذكر اسم الاهلي، اصله النادي المنافس مش هيسيبنا في حالنا. طب عايز الاثنين الاصحاب الاهلاوي وزملكاوي ده يتعاملوا مع بعض ازاي وانت بتقول لهم كده؟ عايز السلام الاجتماعي في الشارع ده يبقى ازاي؟ انا بصراحه استوقفني مره الكابتن خالد الغندور وهو شفت له فيديو بيلوم على انه النادي الاهلي لما قال وجه الجواب او وجه التهنئه ذكر اسم الكابتن حسين لبيب مجردا من كلمه الكابتن، وقال ان الكلام قال برئاسه الكابتن محمود الخطيب وما ذكرش الكابتن حسين لبيب. ده لو صياغه رسميه معاك حق، بس خد بالك حاجه، كابتن حسين لبيب وكل الساده اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك محل تقدير واحترام جدا سواء من مجلس اداره النادي الاهلي او حتى من اعلام النادي الاهلي، فده مش تقليلا من الكابتن حسين لبيب. لكن لو عايز بقى احيانا العلم لا يلاقي، لا والزمالك راح ردد بالتهنئه ما قالش الكابتن الخطيب، يعني ما قالش الكابتن. خلينا نقول ان العلاقات اكبر بكتير من الشكليات، لكن لو هنتكلم على شكليات بجد بقى، ودي مش شكليات، لما تتحط يفط كبيره انت عايز تقول ان انت احسن نادي على وجه على سطح الارض، قول انت اللي مفيش زيك، قول انت نادي القرن ال 27 حقك. لكن لما تسمح لنفسك تحط يفط حوالين النادي في تلميح وتلقيح وإساءة مباشرة للنادي الأهلي وتتهم بطولاته إن هي جاية معرفش بالرشاوي والمجاملات والمحسوبيات، ويطلع ساعتها الدكتور مدحت العدلي يقول لك آه مرتضى منصور هو اللي عاملها وإحنا اللي قلنا له وتقريبا هو اللي صاغها له، هل في إساءة أكتر من كده؟ تتهم تاريخ نادي كبير بالاتهامات ديت على يفط انت بتفرجها للناس وبتفرجها للاعضاء وبتفرجها للمره، انك بتتهم وتروح لوزاره التموين وعايز تاخد العلامه التجاريه من وزاره التموين الضحك اللي انتوا تابعتوه. دافع عن حقك، قلنا لك ساعتها روح المحكمه، روح لاي جهه اطلب باللي، بس تسمح لنفسك او المجلس الحالي واللجنه المحترمه اللي قبله يفضلوا سايبين يفط عليها هذا الاتهام السيء جدا والمسيء جدا للنادي الاهلي وقيمه بطولاته بالشكل ده؟ هي دي بقى هو ده الكلام، مش ان انا نسيت اكتب الكابتن، لا الكابتن حسين يعني انا لو جيت له كل التقدير. لو جيت انا بقى ايه تعليقا على نادي الوطنيه والكرامه اللي هو كان برضو تلقيح عن النادي الاهلي، ها وقلت انا نادي الوطنيه مش بالادعاء ولا مش عارف ايه، ورحت حاطط يافطه بهذا الكلام، هذه زي ما انت بتقول في اساءه، لكن المشكله ان يقبل هذا الكلام حتى من الراي العام. يا استاذ ابراهيم انا مندهش، هذا الكلام انت عارف شويه اليوفط الشخصيه اللي مش عارف ايه وصوره رئيس نادي وحاططها، هي دي مش فلوس، هي اليوفط دي مش ليها قيمه ماديه. بص هو حر فيها، لكن انا ضد ان هو يكتب يافطه يسيء لنادي ويلقح. يا سيدي انا ما بناقش الحريه، انا بناقش الناس اللي هي حريصه على حقوق النادي بقى، بدل ما تروح تتكلم على اعلان على منتج، انت نفسك حقوقك ما بتجريش وراك، استغل مواردك انت. الله، دي عشرات الملايين. صحيح الاعلانات دي عشرات الملايين حوالين النادي،
انت حر طبعا تهدرها تهديها لحد تسمح لحد، لكن لا نناقش هذا الامر، بس بلاش تلقيح كلام، لان لو ترد عليك بنفس الطريقه على فكره الراي العام لن يتحرك الا اذا رد الاهلي بمثل هذا الاسلوب وحط اعلانات موازيه. ولا يمكن الاهلي يعني ما هو شوف هو ده المشكله. لما تيجي تتعامل مع النادي الاهلي زي الاستاذ حمد يقول لك ما تردش على الكلام ده بتخلي غيرك يتمادى. لو الاهلي عشان هما بيردش الناس سايبه الموضوع كده، لكن اول ما هيرد الاهلي يقول لك كفايه تهاتر ما تردوش على بعض. ايوه الله، طب نعمل ايه؟ نسمع الكابتن حسن شحاته والاستاذ ابراهيم عيسى كان ساله في فيديو عرضناه مرارا وتكرارا، بس بمناسبه شادي وبمناسبه فزاع نسمعه. ليه الزمالك طول الوقت شعر بالاضطهاد؟ طول الوقت هتشوف الزملكاوي بيقول اتحاد الكوره ضدنا، الحكام بيجاملوا الاهلي، مش ما اقدرش اقول لك استاذ ابراهيم حاجه زي كده، لان ديت عمليه بتبقى عمليه يعني عارف ازاي، انت بتحاول تحسس نفسك انك دايما مظلوم. هو دايما الزمالك كده تحاول تحسس عيان بالاحساس بالاضطهاد. ده مش كان ايامكم يا كابتن حسن؟ ده اتولد ايامكم. يعني احنا دايما مصدرين مشاكلنا للجماهير كلها مش جماهير الزمالك بس. طيب ايه علاقه المشاكل دي يا كابتن حسن ب ان احنا نقول ده الكره مش اوفسايد وحسبها اوفسايد وضيعوا علينا؟ ده كلام كوره وكلام بقى ناس قاعده عشان تقول والله ضيعوا علينا دي وما ضيعوش علينا. ليه الزمالك اللي طول الوقت عنده هذه العقده؟ بسال حضرتك. ما هي عقده الظلم، ما انا بقول لك عقده الظلم، انا عاوز دايما ابقى في ام الظلم عشان يبقى مبرراتي او المبررات اللي انا اصدرها مبررات كتير، ان انا التاني او الناس ممكن عاوزه تبرر لي فيبقى ده الزمالك ده مظلوم، ده شفت الحكم الفلاني عمل له كذا وكذا، ده حسب للنادي الاهلي وما يقدرش يحسب للنادي الزمالك. احنا اللي بنصدر الحاجات دي اوهام. النهارده لو هفضل طول الوقت بقولها تبقى اوهام. انا من ضيع في الاوهام عمره. حلوه. عبد الوهاب حلوه. فزع اثر عليك. لا بص، دول بيلعبوا لصالحهم صدقني. بس هو مين اللي طلع كسبان بالليله دي؟ ما هو كلام بيضحك وما كلش مع حد، لكن مين اللي طلع ترند ومين اللي عمال يلف ومين اللي كسب دلوقتي واسمه تردد والمنتج هيبعت له؟ يعني مين اللي قال عليه فزاع ونبه الناس ان هو الراجل ده اللي عامل الدور فزاع؟ هو كسب الحقيقه، كسب، مش عايز امنقشه، بس مكسب مؤقت لان برضه مش مبني الا على وهم، وهذا الوهم تصدى ليه الكابتن احمد حسام ميدو وقال بدايه الاصلاح جوه نادي الزمالك غير التطهير وغير ان انت يبقى عندك بلان ودراسه واستراتيجيه وكل الكلام ده كله، ان لازم الناس جوه نادي الزمالك، وده قلته وفي ناس زعلت مني لكن انا فعلا مؤمن بكده وهفضل اقول كده لغايه ما باذن الله هيجي يوم لغايه ما باذن الله هيجي يوم ان انا هغير ده بايدي. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه، دي اسهل نغمه، دي نمره واحد. نمره اتنين، طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده خلينا نقول انا كراجل زملكاوي احنا عمرنا ما هناخد خطوه لقدام. صح. احنا لازم كنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقيه اللي عندنا. صح. احنا عندنا مشاكل واضحه نحلها. طيب. واحنا بنكسب ممكن بعد فتره تبتدي تقول الزمالك اتظلم في الوقت الفلاني، انما انا اقول لك بكل صراحه ملهاش اي لازمه ولا اي داعي ان انا دلوقتي اتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما هي دي اللي بنقول عليها. اكسكيوز يا عم، اسهل حاجه ده احنا نادي مظلومين وبتاع. لا فلازم الزمالك يبقى الناس تبطل قصه نغمه الظلم والمؤامره وان انا مظلوم وان انا كذا وبتاع. على فكره لان اسهل حاجه ان انا اطلع اول واحد زملكاوي اول واحد متربي في نادي الزمالك وزملكاوي يقول النقطه دي. يا كابتن ابراهيم اسهل حاجه ان انت تمشي على الوتيره دي لان هي دي الوتيره اللي الناس عايز تسمعها وهي دي اللي سهل ان انت تريحهم وتريحهم. لان اصعب حاجه ان انا امشي بقى ضدكم كلكم. انتوا دلوقتي بتقولوا ان ظلم، ما فيش ظلم، نادي الزمالك ما اتظلمش. نادي الزمالك ما اتظلم، ما فيش ظلم، خلاص اقف الكلام ده واشتغل على مشاكلك. والله هذا الحوار بيلخص وبيدعم كل كلمه قلناها. يعني احنا هنا مش بنتجرأ على حد ولا بنجافي الحقائق ولا بنجادل من باب المجادله،
ولكن حتى الكابتن ابراهيم قال له ده انت اول واحد زملكاوي يقول هذا الكلام، قال له ما احنا لازم نقول هذا الكلام لان دي الحقيقه، واحنا ما كده ماشيين عكس التيار لان كل الناس بتروح تتملق الجماهير وتقول الكلام هو الاهلي الكلام اللي الناس عايزه تسمعه، بس مش ده اللي هيعالج ومش ده اللي هيصحح، وهو ده اللي احنا بنقوله، هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انت تتكلم في التسويق يقول لك اشمعنى جماعه قيم تسويقيه من زمان جدا، وعلى فكره لو عملنا كل جمله من دي حلقه هنقدر نغطي لكم كل شيء بالمستندات، واحنا ناقشنا في اجزاء كثيره هذه الامور سواء التحكيم ونادي الدوله هو مين هو مين اللي بيدفع له غراماته، هو مين اللي عليه حوالي 270 مليون جنيه غرامات من الاتحاد الدولي ما بتدفعش. ده نادي الاسماعيلي في اول قضيه اتخصم منه 3 نقاط في قضية محلية، صراع بين أطراف محلية، ففي الأطراف الدولية لحد النهاردة الكلام ده ما بيدفعش وهي كلها أحكام نهائية. مين اللي ساند ومين اللي الدولة ومسؤولينها والمسؤولين في الاتحاد الدولي اللي هم بيساعدوا وبيساندوا، وإحنا مرحبين بهذا على فكرة، لا بنقول إشمعنى لأن إحنا ما بنعملش يعني إحنا على فكرة شادي عيسى قال جملة بس أنا مش عايز أكررها على كسر الأحكام اللي بتتقال أو بيتخذ الاتحاد الدولي يعني كان ممكن نجيبها بس احنا مش عايزين نجيبها. ايوه فيا جماعة احنا مش عايزين ننكأ جروح كتيرة جدا، ما تضطرناش بقى ان احنا تتمادوا عشان هنرد، يعني هنضطر نرد امال هنعمل ايه يعني. فالكلام اللي قاله ميدو ده والله العظيم ثلاثة هي الروشتة اللي انا يعني ارجو الا يؤخذ بها. ترجو الا يؤخذ بها طبعا كمنافس. بصوا بقى يتقال اصله يا جماعه ما الناس معاها حق لانه التحكيم بيجامل الاهلي او الحكام بيجاملوا الاهلي. زاويه ثانيه بقى الزاويه الثانيه اللي حتى الكابتن حسن قالها للاستاذ ابراهيم عيسى وقال له دي اوهام، قال له اوهام طبعا مش معقوله لانه الناس عايشه على جون الكابتن حسن شحاته. لو سالت لحد الزمالك خسر ليه الدوري السنه اللي فاتت يقول لك ما محمد حسام لغى جون حسن شحاته، ده الهدف اللي بقى متحمل عليه كل حاجة في التاريخ، لا حد بيقول جون ربيع ياسين ولا حد بيقول جول عمرو أنور ولا حد بيقول حاجات كتيرة وعلى ما يهوب وغيره حاجات كتيرة. لكن على ذكر التحكيم والسنة دي بقى قبل ما نبعد بعيد، كابتن ياسر عبد الرؤوف وفي قناة الزمالك حب يعمل تحليل لضربات الجزاء السنة دي، مش بس مين الأندية اللي أكثر حصولا على ضربات الجزاء واقل حصول احتسابا لضربات الجزاء عليها، لا بالحكام، مين الحكام اللي حسبوا لمين كام نشوف. عملت لك احصائيه لركلات الجزاء لكل فريق، الحكم حسب ايه والفار حسب ايه، لان انا كان مهم بالنسبه لي ان انا اصنف ال 120 دول اتحسبوا ازاي، فهنلاقي ان اكتر فريق اتحسب له ركلات جزاء كان فريق المصري تمام وكان 13 ركله جزاء، الحكم حسب 8 والفار اشترك معاه في 5، الزمالك هيجي في المركز الثاني 12 ركله جزاء 7 و5، يعني 7 الحكم حسبهم له و5 الفار اتدخل فيهم، يعني 5 الفار تدخل تمام. لا خد بالك السبعه اللي اتحسبوا الفار تاكد منهم كمان بالظبط تمام. بنتكلم في سيراميكا 6 و4 يعني 10، بنتكلم في وادي دجله 4 و6 10، 4 الحكم حسبهم و6 حكم الفار اشترك معاه، سموحه 4 و5، مصر المقصة 3 و4، طلائع الجيش 3 و4، الجونة 3 و4، انبي 3 و5 او 2 و5 تمام. دول في المركز الخامس، يعني دول من حيث الترتيب دول جايين في المركز الخامس. الاسماعيلي في السادس لوحده 3 و3 اجمالي 6 ركلات جزاء. بعد كده بنتكلم على 4 فرق في المركز السابع اللي هم بيراميدز والمقاولين والمحلة والانتاج الحربي، كلهم اتحسب لهم 5 ركلات جزاء برضو منوعين 2 و5 و4 و1 و1 و4. يعني غزل المحلة مثلا حكام حسبت له ركلة جزاء والفار هو اللي نبه الحكام لاحتساب 4 ركلات جزاء. في المركز الثامن البنك الأهلي الحكم حسب له 1 والفار حسب له 3 بإجمالي 4 ركلات جزاء. الأهلي اتحسب له 3 ركلات جزاء، الثلاثة اللي حسبهم الحكام الفار ما تدخلوش في ولا لعبة معاه. الاتحاد السكندري نفس الشيء 3 وبرضه ما فيش فار، أسوان 3 وبرضه ما فيش فار اتدخل لهم في احتساب ركلات جزاء.
ده خبير التحكيم الكابتن ياسر عبد الرؤوف وفي قناة الزمالك. الزمالك اتحسب له 12 ضربة جزاء، الأهلي اتحسب له 3، الفار عمره ما اتدخل للأهلي. اتدخل 5 مرات لصالح الزمالك. واتدخل 5 مرات للزمالك. بصوا الحقائق وفي قناة الزمالك. الحكام في 3 حكام ما احتسبوش حقوق شرعية للنادي الأهلي. لا جهاد جريشة حسب ضربة الجزاء للأهلي قدام بيراميدز، ولا أحمد الغندور حسب للأهلي قدام دجلة، ولا أمين عمر حسب للأهلي قدام الزمالك. في المقابل إنه محمود البنا اللي كانوا بيتهموه هو أكثر حكم صفر ضربات جزاء للزمالك. إيه رأيكم بقى؟ وده إحصائية قناة نادي الزمالك. الزمالك 12 ضربة جزاء، كابتن محمود البنا حسب له منهم 2 في مباراة المصري وضربة في مباراة الأهلي. جهاد جريشة حسب له 1 في بيراميدز. إبراهيم نور الدين حسب له 2، مرة في المقاولين ومرة في الاتحاد. العدوى حسب له 1 في البنك الأهلي. أمين عمر اللي عمره ما حسب ضربة جزاء للأهلي حسب 1 للزمالك قدام الإنتاج الحربي و1 قدام مصر المقص. ومحمد عامر محمد عادل حسب له قدام وادي دجلة، والصباحي حسب له في مباراة إنبي، وعاشور حسب له في مباراة سموحة. والفار لم يتدخل مرة واحدة لإنصاف الأهلي، بالعكس تدخل لإلغاء حقوق للأهلي. ده أنت لو عايز تخش في الدوامة دي دي عايزة حلقة لوحدها. ليه؟ هتيجي تقول مين اللي اتحسب عليه ضربات جزاء ومين ما اتحسبلوش، والفار تجاهل ايه واهتم بايه ولغى ايه على ايه. يعني كمان الفار مش بس حسب لك، ده لغى عليك حاجات وتجاهل حاجات. وخلي بالك اخرها المصري ضربة، ان الفار ما جيبش اللقطة اللي قبل لمسة اليد على طول، هي اكنها نفس اللعبة اللي فيها الدفعة. قال له لا ما تقولوش عمل كارت. خلينا هنا دي خلينا في دي بس، مع ان كل الناس قالوا دي كانت لازم تتعرض ودي ضربة جزاء وفيها طبعا مكسب، دي طبعا فيها مكسب ب2 بونت. صحيح، هو ده التحكيم. عشان تشوفوا حتى اوهام نظرية المؤامرة والادعاء بانحياز التحكيم للأهلي ازاي ده كلام ملوش اي بس لازمة وكلام من صنع فزاع. هو ده الاحصائيه دي لصالح النادي الاهلي. كان حصل ايه بقى؟ الجدول ده اعكسه كده 12 ل 3، ده كان هيتكتب على الحوايط في الحواري والازقه الكلام ده ال 12 اكبر ولا الثلاثة. انما مش ممكن ان انا اعيش الناس ولو انت ما هو دي المكابره بقى. الناس اللي هي بتستخدم ده والله لا هدف لها الا الترويج لنفسها ولا مصالح الزمالك، ولا سيبك من الكلام ده كله. وليكن يعمل اللي يعمله، لكن ابعدوا عن الاهلي وابعدوا عن علاقه الاهلي بالزمالك. دي كيانات كبيره بجد، دي كيانات كبيره وراها جماهير كبيره. دافع عن الزمالك براحتك، قول حقوقك براحتك، بس ليه الاساءه للاهلي؟ ليه التقليل من قيمه الاهلي؟ ليه محاوله الادعاء بانه انت كل حاجه بتعملها غلط مسؤول عنها الاهلي، وكل حاجه صح الاهلي بيعملها انت عايز زيها؟ دي قضية كبيرة، لكن كمان بعد الفاصل حدوتة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في كل اللي فات كل الناس اللي بتنسج كل نظريات المؤامرة على منوال الأهلي، والأهلي اللي ورا كل حاجة. طب ولما الأمر يتعلق بالتناول الإعلامي، إيه رأيكم في فكرة ازدواجية المعايير؟ وهي واحدة من خطايا الأداء الإعلامي الرياضي اللي من دي وان الملك والكبة كنا في استمرار بنتكلم فيه، في ازدواجية مش بس في التحكيم ولا حتى في القرارات الإدارية من اتحادات أو مجالس إدارات اتحاد الكرة المتعاقبة، لا حتى من الإعلام. من يومين الكابتن مدحت شلبي مشكورا ساند الزمالك بقوة في مناشدته لفرجاني ساسي، ارجع يا ساسي، ارجع يا ساسي وخلي دماغك في راسك، الزمالك عمل لك كتير. على فكره كان معاه حق مدحت شلبي وهو بيقول الكلام ده. فرجاني الجمهور بيحبك يا ابني، ودي نعمه عظيمه جدا، وان انت كلاعب كره قدم انت ضامن ان انت هتفضل متالق في هذا النادي، لان خلاص انت حطيت بصمتك واخدت سكتك وعليت مراسيك كلها، وبالتالي هتفضل ضامن التالق. انت لو اتنقلت النادي اخر زي ما حصل معاك في السعوديه يا فرجاني، انت ما كنت ولا حاجه في السعوديه، مع كل الاحترام ليك ولا حاجه، والناس بعد السنه دي قالوا لك شكرا في عينينا كده قوي،
ان انت لعب لي 8 ماتشات في الدوري منهم 3 اساسي ضد الفرق الهابطه وخمسه بتلعب لي كام دقيقه وعايز تاخد قد كده شكرا مع السلام، قد يحدث معاك هذا في نادي اخر ولا تضمن. عصفور في اليد خير من 10 على الشجره يا ابني، وما تخليش الدولارات الزياده تعميك لانه ممكن انت مش شايف قدام، لكن قدام هو اللي انا بقوله لك ده. خد الخبرات، احيانا الواحد في مكانه ما يعرفش قيمه المكان، لما يسيب المكان ويروح مكان اخر حتى ولو بفلوس مضاعفه المضاعفه يندم على المكان، لان المكان ده اللي بيصنعك، ده اللي بيصنعك. فانت وجدت نفسك والجمهور حبك، لا تغامر، والطمع مش حلو يا فرجاني. والله كلام جميل جدا، شبه الايه المصلحه العامه وشبه الدعم اللي احنا عايزينه في كل شيء، ومعيار من المعايير الهامه جدا اللي احنا نتمنى من الاعلام ان تساند الانديه في هذه المواقف. ده الكلام ده لم يتعلق الامر بانديه بخلاف الاهلي. هل ده موقف الكابتن مدحت شلبي في اي شان يخص الاهلي؟ تعالوا شوفوا وبعدين هنفكر. لا، احمد فتحي ورمضان صبحي عقدهم كان بينتهي نفس موقف سياسي، نفس الموقف، لاعب عقده بينتهي، كان موقف الكابتن مدحت ايه؟ ده اللي انا عايز كان نفسي يسمعوه. انت يعني رمضان انتهى عقده زي احمد فتحي بالظبط، فاختار زي احمد فتحي بالظبط ان هو يروح بيراميدز، لا فرق اطلاقا. احمد فتحي كمل لنهايه الموسم لان هذا عقده لنهايه الموسم، رمضان صبحي كمل لنهايه عقده لان هذا هو عقده، هنا يقف وخلاص ما يقدرش يلعب تاني مع النادي الاهلي. ده كمل عقده ومشي، وده كمل عقده ومشي، ايه الفرق بين ده ومن ده؟ لا يوجد فرق على الاطلاق. اذا اعتبرت ان رمضان صبحي اشترى نادي بيراميدز على حساب النادي الاهلي فلتعتبر احمد فتحي اشترى نادي بيراميدز على حساب النادي الاهلي، واذا اعتبرت ان احمد فتحي ما عندوش مشكله اعتبر ان رمضان صبحي ما عندوش مشكله. ده رايي، بقوله بموضوعيه شديده وبامانه شديده. بموضوعيه وامانه، خلي الناس هي اللي تقول، لانك انت شفت ان دي ناس عقودها خلصت ومن حقها تروح الحته اللي تعجبها. طيب ما هو انت ما تعاملتش في الامر الجديد ده بنفس الطريقه، ان من حقه يروح اي حته بعد نهايه عقده. ده انت بتناشده، انت ما عملتش بطولات، انت ما تذكرتش النجوم دي ان هي تاريخها مرتبط بالنادي الاهلي خالص. وعلى فكره انا ليه بقول هذا الكلام؟ لان ده مش اول موقف ليك. ايام الكابتن عصام الحضري يا استاذ ابراهيم من حقه يحترف، مع ان كان القضيه مش قضيه حقه يحترف، لا طبعا من حقه يحترف. ده خرق عقد، ده خرق عقد وعدم استكمال عقد ونص الموسم في اثناء الموسم وبعد ما القائمه الافريقيه اتقدمت ولسه مجدد، وكان ما عندناش جون نقدر نضيفه بداله، مليون قصه، ظروف كلها. ولكن التماس للعذر لما راح النادي الاسماعيلي وانقطع عن التدريب لسبب او لاخر، قال له لا ده انا اللي هقف لك بقى، احترم تعاقداتك يا عصام. وانا دخلت عملت قلت له اهنيك على انك انت بتطالب الكابتن عصام باحترام عقده مع الاسماعيلي، قال لي متشكر يا كابتن، قلت له بس ده ما كانش موقفك منه مع النادي الاهلي. نفس القصه مع كابتن حسني عبد الرحمن في كل قضيه، حتى في البث التلفزيوني تكتشف ان الكابتن مدحت مع النادي الاهلي، وهذا امر مش مفهوم، لا يرى للاهلي حقا في اي موقف، مع ان في كل المواقف المماثله كل الحق للانديه على حساب اللعيبه بكل موضوعيه وامانه. واحنا عايزينك المسانده والمعيار يبقى واحد عشان الناس ما بتنساش يا كابتن مدحت. يعني انت يعني بتاريخك الطويل وخبراتك العميقه في الاعلام يعني ما تعتمدش على ذاكره السمكه عند الناس، لان لا، المواقف دي مسجله والرجوع اليها مساله سهله جدا جدا جدا. ادعم في اتجاه استقرار الانديه وحقوق الانديه، وادي الحق زي ما هو قال كده، قال من حق اساسي يعمل، بس انا بقول له اللي عملك واللي عملك واللي عملك يعني برضه بيفكروا وبيفكر ان يشتغل على مشاعر ويساعد نادي الزمالك. خلي مصطتك واحده هحطك على راسنا من فوق.
لكن اللي خرجوا من الاهلي اتساعدوا، اتسهلت لهم، اتبررت لهم كل حاجه. ايش حالك اليوم بقى؟ الان الموقف ايه؟ الكابتن او الزميل هاني حتحوت قال الثلاثه المنضمين من الاهلي الى بيراميدز الثلاثه عند كل واحد عنده مشكله. شريف اكرامي عنده مشكله اداريه في اداره الفريق مش فنيه، شايف انه الفريق نفسه اللعيبه نفسها مش ما بتشتغلش على ان هي تجيب نتائج، وهو اللي بيشتغل على هو والجهاز الفني على ضروره خلق الحوافز عند اللاعبين اللي هي يراها غير موجوده رغم الامكانيات المتاحه ورغم عوامل النجاح اللي ممكن تكون متوفره في النادي. احمد فتحي عنده مشكله هويه، حتى الان احمد فتحي مش مقتنع بقراره بالانتقال الى بيراميدز، بمعنى ان هو حتى الان بيسال نفسه وبيسال المقربين منه، هو انا قراري بان انا العب في بيراميدز صح ولا كنت المفروض اوافق بعرض الاهلي؟ فلحد النهارده هو ما اقتنعش تمام الاقتناع ان دي الخطوه الانسب، رغم ان هو واخدها بنفسه يعني، لكن ده عامل له مشكله انه مش هو احمد فتحي بتاع ان انا عايز العب كل الماتشات، او احمد فتحي بتاع ان انا عايز اكسب كل الماتشات، دي عامله له مشكله هويه يعني، الانتقال من الاهلي بهذه الجماهيريه بهذه الشعبيه بهذا التاريخ لبيراميدز اللي هو شكل مختلف تماما من شكل التنافس. رمضان صبحي عنده مشكله فنيه وجماهيريه. فنيه انه حاسس انه ما بيتساعدش جوه ارض الملعب بالمساعده اللي هو مستنيها علشان يعرف يبقى هو اللي الناس كلها بصاله على انه يجيب بجوال، فهو حاسس انه مش متساعد عشان يعمل ده. تاني حاجه مشكله جماهيريه انه طول الوقت ما زال متأثرا بالهجمات الجماهيرية اللي موجودة عليه، فدي مشكلة اللاعبين. طيب الكلام ده والعهد على الراوي، ده على مسؤولية ورؤية الكابتن هاني حتحوت، ولكن اللي يعنيني منها الجزء اللي كل الناس شايفة تأثير خروج نجوم كبار من الأندية المنافسة عليهم إيه، وإزاي إن النادي الأهلي بيتعامل مع هذا الأمر حال خروج نجوم مؤثرين جدا زي النجوم اللي ذكرناهم كلهم دول، وبدل ما يقعد يقول أصل فلان حرض وفلان عمل وأصل الوكيل فلان وعايز يخرب النادي واتقال الكلام ده، ولكن المسؤولين لم يتوقفوا أمامه وما كبروش الموضوع أكبر من حجمه وسعوا إلى إن هم يسدوا الثغرات اللي ممكن تكون حدثت. فماذا حدث؟ نسمع الكابتن طارق يحيى وهو بيقول الاهلي بيتعامل في المسائل دي ازاي. طيب الفتره اللي فاتت بقت تضرب امثال بالنادي الاهلي، هل دي لقيمه النادي الاهلي ويعني وقوه النادي الاهلي سواء في الفريق او في الاداره او في حاجات كتير جدا؟ لا، انا قلت في لما باجي اضرب مثل بالنادي الاهلي، انا لما قلت ان في لعيبه مثلا مشيت في النادي الاهلي لعيبه خبره ولعيبه كبيره والاهلي خد بطولات، في بعض اللعيبه المؤثرين الكبار انت بتتكلم على حسام عاشور، بتتكلم على اللي هو يعني مثلا كابتن النادي الاهلي التاريخي واكثر واحد واخد بطولات في النادي الاهلي، احمد فتحي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، شريف اكرامي، هل ده يعني هل دول لعيبه قليله؟ لا طبعا، لا طبعا لعيبه كبيره، ولكن فانا ضربت المثل ده. هو زعل حد يعني المثل ده ولا حاجه؟ انا يعني مش لا فاهم. خالص خالص، انا بس اللي بطرحه يعني زعلان انت من المثل ده؟ لا والله خالص، بالعكس والله. كابتن طارق يحيى عايز يقول الحقيقه، لكن هو الموضوع ده زعل حد؟ خايف يكون ان الكلام ده يزعل حد. هيزعل طبعا الناس اللي هي عايزه تروح في سكه يعني الغيبيات والاوهام والكلام ده، لكن مش هيزعل الناس اللي بتروح شبرخيل، لكن مش هيزعل اي حد بيتعامل مع الحقائق والواقع، لان انت وانت بتقول كده انت 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 بتقر واقع. كيف يتعامل الاهلي في خروج هؤلاء النجوم الكبار؟ مع العلم بقى ان كل النجوم دول خرجوا واستنوا في الدوري المصري. النهارده النجاز ولا ساسي ولا اي حد مش هيقعد في الدوري المصري. صحيح. وهو ده اللي احنا بنقوله يعني احنا بنقول الشيم والفيم والكلام ده، ان ساعات يحصل كلام لمداعبة ومغازلة مشاعر الجماهير، مش للإصلاح ولا ذكر الحقائق.
طيب اذا كان في لعيبه بتخرج من الاهلي بتصون النعمه وفي لعيبه ما بتصونش ده، ما بتصونش لا عشره ولا فضل ولا بتذكر ولا 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 حاجه، وانتم متابعين كل النماذج على فكره، متابعين نماذج لولا انها لعبت في النادي الاهلي تقريبا ما حدش كان هيعرف اسمها، بس بتسيء وبتخبط وبتقول اللي بتقوله، وانا قلت كتير الجمهور عارف وفاهم وفارس كويس، لكن على الناحيه التانيه لا، في ناس عندها اصل، في ناس مقدره النعمه، في ناس عارفه فضل الاهلي عليها وحافظه القيمه. واحد من دول كان الكابتن محمد سمير مدافع النادي الاهلي اللي كان من ناشئين النادي الاهلي ولعب فتره كويسه في الفريق الاول وشاهد ظروف الفريق انه ينتقل للمقاولين وعامل تجربه هايله جدا مع المقاولين، لكن ما زال رايه في الاهلي ايه؟ اذا لعيب في النادي الاهلي وبياخد رقم مثلا وتعرض عليه اي نادي تاني مفيش مقارنه، تقصد مفيش ايه؟ مقارنه، مفيش مقارنه خالص. خالص مفيش مقارنه خالص، انت بتهرج. يعني انت عشان تعمل كده يبقى انت بتهرج طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ ما يعني انت عايز ايه؟ انت عايز فلوس خلاص، انا ما عنديش مشكله. انما هتقعد تقول لي لا بطولات؟ لا. طب انت يعني طب انت لو انت اتحطيت في الموقف ده انت في النادي الاهلي مثلا، بس جاوبني بصراحه. بص انا عارف انت هتقول ايه. جاوبني بصراحه. ماشي، ما انا عارف انت هتقول ايه. وبيتقال لك يا سيدي بص انت هتجدد عقدك وتمام، هندي لك يا عم 12 13 مليون 14 15 مليون، حلوه الصيغه دي. حلو. وجي نادي تاني قال لك والله بص احنا هندي لك يا سيدي 60 مليون 70 مليون. بص عشان ما ابقاش بكذب عليك، ماشي؟ انا ما اتحطيتش في الموقف ده، فاللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. موقف مرعب. بس انا بالنسبه لي النادي الاهلي لا، الموضوع مختلف تماما. مش هفكر والله. مش هتفكر. انت جريء وصريح زياده عن اللزوم. ما هي مش جرأه، هي دي الحقيقه. يعني انت كانت مصر انت كلها انت مش لعيب في الاهلي، انت التراس اهلاوي. والله مش قصه التراس والله. بس دي حقيقه والله يا ابراهيم، دي حقيقه. اللي بيخرج من النادي الاهلي بيتفي بمعنى الكلمه، بيتفي. اتفرج انت كده يعني اتفرج وهتلاقي الموضوع مختلف تماما. يعني اتفرج كده على اي حد بيخرج من النادي الاهلي وهو بره. انت حسيت الشعور؟ طبعا مفيش اصلا مقارنه. يعني انت بتتكلم في ايه؟ مفيش مقارنه بقول لك خالص. هذا كلام للاعب خرج من النادي الاهلي بقاله سنين، ورغم انه بيتالق، ورغم على فكره في فتره من الفترات الاهلي كان هيرجعه لما عقده خلص، بس ايه يعني المقاولين بمنتهى الفطنه جددوا له قبلها بثلاث ايام، كان هيبقى فري ويمشي. من سنتين كده كان الاهلي محتاجه، هو كان ماشي كويس. فهي دي، هو ده الناس زي ما انت بتقول بيتمر فيها او بتقر الحقيقه. يعني هو لما بيطبع على نفسه قبل ما بيطبع على غيره، وكان يتحدث عن تجربته الشخصيه، ايه اللي بيحصل من اللعيب لما يخرج من النادي الاهلي مهما تالق. عمرو الحلواني قال نفس الكلام. تسمع كمان محمود ابو الدهب؟ ونسمع محمود ابو الدهب، له شوطه جامده ابو الدهب نسمعها. كان خلي بالك اي لعيب مشي من النادي الاهلي بيندم، والامثله كتير جدا. عشان بس الناس تبقى فاهمه، اللي بيمشي من النادي الاهلي حتى لو مبطل بيندم. لانه تقول لي بقى الطموح ومش الطموح، لا مفيش طموح. الطموح عشان تلعب على بطوله في النادي الاهلي، لكن النهارده عشان تقول لي انا مشيت عشان اعمل طموح في حته تانية مفيش. فعشان تبطل هو لا، هو اي واحد مننا كابتن هو بيلعب كوره وعايز يسيب قيمه لجماهيره طبعا، وقيمه لاولاده، ان يجوا مثلا يقولوا يعني الوالد مثلا كان بيلعب في النادي الاهلي واحرز البطولات دي كذا كذا، وليس كل شيء ماده. ما انت هتاخد كده ماده. في لعيبه كتير جدا يعني. في لعيبه كبيره جدا لعبت وبطلت وما خدتش بطولات ومحدش حس بيها. وفي لعيبه كتير جدا لعبت وعدت. يعني انا عايز اقول لك الحاجه، اللي احنا لعبنا في النادي الاهلي انا لعبت اربع سنين خدت 11 بطوله ما شاء الله. يعني ساهمت، يعني ما بقولش انا خدت، انا ساهمت مع لعيبه على طبعا. ما منظومه كامله، منظومه صحيح، مجلس اداره وجهاز فني ولاعبين وعمال وغرف، كل ده بيتهيأ لك الدنيا عشان انت لعيب كوره تأدي في الملعب. فانت ساهمت ان انت خدت 11 بطوله. فلما ابنك يجي بيبطل بيقول لك انت عملت ايه؟ انا لعبت احترفت، خدت بطولات مع النادي الاهلي، لعبت منتخب مصر. في لعيبه لعبت كتير جدا وما خدتش بطولات. فبالتالي انت، انا اقول لك على حاجه بس نرجع للكلام، في لعيبه كان بتمضي للنادي الاهلي ببلاش، كان في رينج معين بتمضي فيه. لكن انت كنت بتتكلم، كنت بتبص لها ايه؟ ان انت بتلعب في النادي الاهلي. يعني الاراء دي طبعا بيحسها ولاد النادي الاهلي لما كمان بيبعدوا اكتر وهم جواها بيستمتعوا بيها.
لكن لما بيبعدوا بيقدروا يحسوا الفارق، والمنصف منهم بيذكر الحقائق. وده يا جماعة المهم لجمهور الأهلي. ليه؟ لأنه لما بيجي لاعب يخرج، وشفتوا الناس اللي خرجت، وخرجت بضجة ومشاكل وسوشيال وبرامج تساندها وناس تكتب لها وناس تزعلها، وكان بيحصل دايما وأبدا التخبيط في الأهلي ومحاولة اتهام الأهلي أنه السبب في التفريط في الناس دي كلها. ليه ما فلان، وتسمعوا كلام حتى ما هوش أي له أي علاقة بالحقيقة. لما يطلع أبو الدهب مبطل، محمد سمير بيلعب في المقاولين الراجل، وقبل كده شفنا عمرو الحلواني، وشفنا كتير من النماذج المحترمة، وهاني العجيزي اللي هم ما زال شايفين. لا، اوعوا حد يسيء للأهلي، اوعوا تصدقوا الناس اللي بتخرج من الأهلي عشان تتهم الأهلي انه هو قصر او، لانه في ناس الأهلي عالجها ولماها وعمل كل حاجة، ولما مشاها الأسباب الأهلي ما بيحبش يتكلم فيها، ترجع بعد السنين الطويلة دي كلها تسيء للأهلي وتتهمه، وتتهمه في قيم، وتتهمه في الوفاء، وتتهمه ان هو قال ايه، خدني لحم ورماني عض، سابوني وانا المسامير في رجلي. الكلام ده انتوا بتسمعوه، لكن تشوفوا النماذج المحترمة اللي عندها قدر من الأصالة وقدر من الاحترام وقدر من الامتنان والعرفان بفضل المكان، هي دي النماذج الإيجابية اللي احنا بنهديها للجمهور، لان هي بتوضح له ايه الحقيقة بالظبط. كمان لما تيجي الحقيقة من بره مصر على حتة الوفاء بالعهود والالتزام بالحقوق وقيمة النادي الأهلي، اللي بيعمله النادي الأهلي هنا سمعته بتطلع لمحيطه الخارجي كله ومحيطه العربي والأفريقي. فألاقي الإعلام التونسي هيثم الرشدي مع الزميل مهيب عبد الهادي على التليفون من تونس، نشوف عليه. لكن مهيب، أنا مش أعطيك مقارنة ومعادلة بسيطة جدا. ليه ما يخرج، ما يطلع حتى لاعب بعد ما يخرج من نادي الأهلي يقول لك أنا ليا فلوس على النادي الأهلي ولا لي مستحقات على النادي الأهلي؟ ليه ما يخرج، ما يطلع حتى لاعب بعد ما يخرج من نادي الأهلي يقول لك أنا ليا فلوس على النادي الأهلي ولا لي مستحقات على النادي الأهلي؟ يعني والله تصور ان الحاجات دي عماله ترد على كل الخط العام بتاع الحلقه. ها أيوه. يعني الناس اللي عماله بس تاخد الناس في سكه الاختلاق المبررات والحجج. شوف الناس اللي برانا اللي هي في، هو الترجي مش هو المنافس بتاع الماتش الجاي، وده اعلامي تونسي مهم كيف يتحدث عن النادي الاهلي، اللي هو يقول لك راحوا حرضوا لعيبه الترجي في واقعه مختلقه تماما. يعني حتى لعيبه الترجي لا اشتكوا ولا عملوا، يعني يطلع كده الموضوع في الاخر يعني فزاعه. انما اختراع يمشي في مع الليله، لانه قبل ماتش الترجي تملي لازم الناس ترمي شويه سم في البير، يمكن حد يشرب له بقين ويتكل على الله ويريحها. ادي الفكره كلها، لكن ادي يعني الفضل بما شهد به المنافسون. صحيح. طيب هيثم الرشدي والمهندس عدلي دخلونا بسرعه في ماتش الترجي واجواءه وفرصه، نشوف الكابتن خالد بيومي هو واحد مطلع باهتمام بالشان الكروي العربي ومتابع للي بيحصل، نشوفه. طيب كارتيرون ولا موسيماني؟ يحسب لموسيماني انه مكمل في بطوله افريقيا، يحسب لموسيماني انه عنده مبارتين مهمتين جدا جدا، كلنا بندعمه وبندعم النادي الاهلي امام فرقه كبيره جدا، فرقه الترجي. طيب اذا كان فرقه الترجي من الفرق الكبيره ولكن عندها مشاكل كثيره جدا، اعتقد ان الاهلي قادر بنسبه 70% على تخطي الترجي، لان الترجي يعاني من خط دفاع سيء جدا، يعاني من الخط الامامي كله بالكامل، لا يمتلك الا وسط ملعب فقط لا غير، حتى حمدي الهوني واحد من اعظم اللعيبه اللي كانوا موجودين في الترجي اقل مستوى في الوقت الحالي، وبالتالي على موسيماني حتى لو قفشه مصاب العمل بشكل جيد، لان الترجي من الممكن يكون ورقه الوصول للنادي الاهلي الى المباراه النهائيه امام الوداد، اللي اتوقع ان يصل المباراه النهائيه ويكون العشرة باذن النادي الاهلي. هذا رايي تحليلي لراجل متابع، ولكني انا في كل الامور التحليليه يا استاذ ابراهيم بقول ايه، بشرط ان يحالفك التوفيق في كل شيء، ومن ضمنها التحكيم، ومن ضمنها حالتك يوميها، ومن ضمنها حالة المنافس يوميها، ومن ضمنها مدى التزام النجوم بالخطة. الورق عمره ما بيحسم النتائج، ولكن الملعب هو صاحب القرار.
الملعب صاحب القرار، بس كيف يستعد الترجي وحالته ايه للاهلي؟ نشوف راي الزميل مهيب عبد الهادي. الترجي متحفز بشكل كبير جدا 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 لملاقات النادي الاهلي. المباراه الاولى هتكون في تونس والمباراه الثانيه هتكون في القاهره، في طبعا عارفين ان النهائي هيقام في كازابلانكا في المغرب، وطبعا الوداد موجود بقوه. الوداد هو مرشح فوق العاده لحصد اللقب. هنفتكر الكلام ده مع بعض، نفتكر الكلام ده. النهائي على ارضه امام جماهيره، الوداد مرشح بقوه، احنا بقى يعني وحظنا بقى، واعتقد فرص الوداد اكبر بكتير جدا. الاربع فرق اللي وصلوا لازم تعرفوا كلها عندها فرص. هم وصلوا الى هذا الدور بما فيها كايزر تشيفز لانه هم الافضل من واقع الاداء والنتائج التي تحققت. مباراه احنا مش هنفكر في الوداد دلوقتي، الاستاذ مهيب عايز يفكر فيها، هذا حقه وهو راجل محلل، لكن انا افكر في الترجي ولما تجاوزها، وهي مباراه شديده الصعوبه لشده حساسيتها. خلي بالك ان افضل نتائج تحققت في القرن الواحد وعشرين والتي تنافس نتائج الاهلي هو الترجي الاقرب. الترجي مهيب كمان قال حاجه على الوداد، وقال انا بقول اهو افتكروها مني، الوداد موجود بقوه، الوداد موجود بقوه. على فكره الكلمه دي مش من فراغ، لانه حصل فيديو او في مؤتمر اتكلم السيد فوزي لقجع اللي هو النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي دلوقتي، وواحد من النافذين بقوه في الاتحاد الافريقي وعنده دور كبير في تطوير كرة القدم الأفريقية، لكن قال تصريح بالنسبة للوداد مهم ان احنا نسمعه، لانه كل السوشيال ميديا حطت قدامه علامة استفهام كبيرة. كان في اجتماع للاتحاد المغربي لكرة القدم، وده عشان يناقشوا فيه بعض الامور الداخلية اللي بتخص الكرة المغربية، وكان في كلمة من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي قال فيها بالنص كده، وهنسمع برضو مع حضراتكم الفيديو. الراجل قال بالنص ان رئيس نادي الوداد المغربي لن يتمكن من عمل صفقات قوية قبل المشاركة في كاس العالم للأندية، ومفيش عنده الامكانية في ده بسبب نهاية المسابقات المحلية والارتباطات الخاصة في الموسم الحالي. طيب تعالوا نشوف الراجل قال ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الحدوتة. الا رئيس الوداد بغى يعزز الصفوف نتاعو باش يلعب كاس العالم ان شاء الله المقبله او لا تشامبيونز او لا، ما غاديش تكون عنده الامكانيه. غدا الا رئيس الوداد بغى يعزز الصفوف نتاعو باش يلعب كاس العالم ان شاء الله المقبله او لا تشامبيونز او لا، ما غاديش تكون عنده الامكانيه. طيب زي ما سمعنا مع حضراتكم تصريح غريب ومثير في نفس الوقت، وتقريبا رئيس الاتحاد المغربي عنده قراءة للمستقبل أو سبقنا كلنا بصراحة. يعني الراجل نط على طول من شهر 6 لشهر 7 اللي جاي وعرف أن الوداد كسب كايزر تشيفز في نصف النهائي، وقابل الكسبان كمان من الأهلي والترجي وكسبه وحقق لقب البطولة. تصريحات بتصدر القلق لينا هنا كإعلام رياضي مصري واقف خلف النادي الأهلي في مشواره طبعا في أفريقيا، لكن عايز الرسالة دي تكون وصلت لمسؤولي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم. أعتقد من غير توضيح أكتر من كده الرسالة واضحة ما بين السطور، اللي الراجل كلامه واضح جدا، علشان لما يجي يحصل بقى ونشوف ونتابع مع حضراتكم ويكون في أزمات تحكيمية في المباريات اللي جاية، يبقى الموضوع كده في ريبة بالنسبة لنا كلنا هنا في مصر. وكمان أعتقد أن تصريحات فوزي لقجع محتاجة تفسير. شوف، هو رئيس الاتحاد المغربي ولكنه النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي. من منظور مسؤوليته كاتحاد مغربي يقول اللي هو عايزه، ويقول لك أنا بتمنى أن يوصل لكده، لكن بقول لكم مش هيقدر عشان كذا كذا كذا. ولكن هذا التصريح عندما يصدر من النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي يثير القلق زي ما قال الزميل. ليه؟ لأن أنت بتقفز إلى النتائج، وهذا ليس الحقيقة
مش دورك، لا ليس مقبولا على الوضع، وضع المسؤولية العامة. انت لما تقول هذا الكلام انت اثرت القلق بدليل ان ابتدت التفسيرات يقول لك هو انت ناوي توصله لكاس العالم للانديه، لانك انت النائب الاول للاتحاد الافريقي رئيس طب هتوصله ازاي من الناحيه الفنيه؟ هو المفروض انه هيلعب كايزر تشيفز، ولو كسب منتظر الكسبان من الترجي والاهلي. فلما تيجي ما قلتش الكلام ده، وحتى لو انت رئيس اتحاد مغربي ما كانش صح تتعرض للنقطة دي، ولكنك ألقيت الحجر في البحر الراكد اللي الناس مش عايزة تشوف ماذا يخفي تحت سطح هذا البحر. طيب المغرب مش بعيد عن تونس، والأهلي رايح تونس، وأشهر نجوم الكرة التونسية والترجوية طبعا كابتن طارق دياب. كابتن طارق دياب رؤيته أو رأيه في الأهلي، شايف المواجهة اللي جاية ازاي نشوفه؟ الترجي الرياضي التونسي سيبقى 23 يوم دون منافسة، دون أي مباراة رسمية قبل مواجهة المنتظرة أمام الأهلي المصري. بطبيعة الحال يعني مباراة ليس بسهلة ضد نادي الأهلي، ومباراة بالنسبة لي مباراة دور نصف النهائي هي حسب رأيي نهائي تشامبيونز ليج، ولهذا لما تلعب ضد النادي الأهلي مباراة ليس بسهلة، مباراة صعبة، خصوصا الأهلي الموسم هذا له أفضل موسم من فارق. بالنسبة لي هذا الموسم هذا النادي الأهلي أقوى. النادي الأهلي منضج، عنده خبرة، عنده لاعبين، عنده مدرب أصبح يعرف الفريق، اللاعبين ما تغيروش هم بالعكس زادوا حسنوا مستوى الفريق، خصوصا ما إحنا من ناحية الهجومية، ولهذا ننتظر دور نصف النهائي كبير وكبير جدا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي. أحد عقلاء كرة القدم ولا يتحدث، يتحدث بالموضوعية. يعني أنا مع الماتش صعب جدا، وأنا مع أن الفرقتين عندهم حظوظ. النسب بقى هتحطها إزاي؟ تتحط يوم الماتش أحسن. طيب رأي كابتن طارق دياب هل اختلف عن رأي مدرب تونسي كبير بحجم الكابتن فوز البنزرتي ولا لا؟ نشوف. علي وترجي صعب. نعم صعب، ولو انا شفت مقابله سان داونز مع الاهلي في مصر ما شفتش مقابله ثانيه، لان كانت عندي مقابله بطبيعه الحال. شفت سان داونز كان افضل من الاهلي، لكن الاهلي سجل اهداف، سجل هدفين، وبعدين اسعف الحظ سجل الهدف معناتها في الافريق دي سود مع سان داونز، لكن سان داونز كان افضل من الاهلي. نحس الاهلي ماهوش في احسن حالاته معناتها، لكن يقود ديما فريق عملاق، والفرق الكبرى هذه موجود. تصور انت ما في دور المجموعات الاهلي ممكن ينسحب كانه في اي لحظه، لانه تعادل مع فريق الكونغولي في مصر وبعد يمشي الكونغو فاز 2-0. هذو سمات من سمات الفرق الكبرى، نعم معناتها ديما متواجدين. فهمت كما تقول دون لجان يمشي معناتها الشيء. والاهلي والترجي بطبيعه الحال معناتها نعتبر معناتها الوقت الحاضر معناتها فريق كبير. يعني يمكن انا طواق اجري بسرعه، لان البنزرتي ما قالش جديد، يعني هو قال الفرقتين كبار والاهلي فريق حتى وهو مش في حالته بنشيد باداء المنافس بيعرف يكسب المباريات. انا مش عايز اتكلم كتير في الحته دي، عارفني بخاف قوي قبل الماتشات. هتروح لمنطقه مهمه اخيره، هروح لاهم حاجه نختم بيها حدوته فزع بقى، لان الحقيقه المفاجاه الكبرى على كل الرغ في الميزانيات والتحيزات والتسويقات والاعلانات والقال الكلام ده. اسمع الكابتن ميدو وهو يذكر الارقام. على فكره الارقام دي مهمه في حاجه، كل اللي انتوا شفتوه الاتهام المباشر فيه ان الاهلي بيتعمد افقار الزمالك ويصنع له ازمات ماليه، والزمالك ما عندوش والاهلي عنده ومش هيسيبنا في حالنا. طب هل فعلا كره القدم في الاهلي ميزانيتها اعلى من الزمالك؟ الحقيقه الارقام مهمه جدا كشف عنها ميدو. انا على درايه كامله بموقف عقود اللعيبه والبادجت، البادجت لفريق كرة القدم الفريق الأول، وأقدر أقوله لك بالأرقام وأنا معاك دلوقتي. تمام.
حابب تقول اتفضل. اكيد هقول لك لان انا مش مسؤول في الزمالك. يعني هقول لك البادجت بتاع فريق الاول نادي الزمالك لهذا الموسم 336 مليون جنيه. تمام. وده رقم كبير جدا. على سبيل المثال البادجت بتاعت الفريق الاول بتاعت النادي الاهلي ما بين 230 و245 مليون جنيه. تمام. فانت بتتكلم في ان انت ثاني اكبر فريق في مصر بعد بيراميدز. سؤال مهم جدا لازم جمهور نادي الزمالك يساله لنفسه قبل ما يساله لاي حد تاني. ليه نادي الزمالك عنده عجز في ان هو يوفي بوعوده وعهوده تجاه لاعبيه وتجاه مدربيه؟ الاجابه ليه؟ لانه بيقدم عقود هو نفسه ما يتحملهاش. الاجابه ان البادجت بتاعت الفريق الاول بتاع فريق الاول بتاع نادي الزمالك اكبر بكتير جدا من العوائد اللي بتخش لنادي الزمالك خاصه فيما يخص كره القدم. تمام. وده معناه ان فريق كره القدم داخل نادي الزمالك هو بيزنس موديل فاشل. بيزنس موديل فاشل يعني ايه؟ يعني النهارده لو جه انفستر او جه مستثمر يستثمر في نادي الزمالك واتعرض عليه البيزنس كيس او الحاله بتاعت الحاله ال بتاعت الفريق الاول بتاعت نادي الزمالك مفيش مستثمر هيخش يستثمر معاك. تمام. بكلمك ان النهارده عشان نادي الزمالك يقدر ان هو يوفي بوعوده. تمام. ويقدر ان هو يدفع عقود لاعبيه ومدربيه والناس اللي هو متعاقد معاهم لازم على الاقل الويجز او المرتبات بتاعت المدربين واللعيبه تنزل 30%. طيب الحديث ده شديد الخطورة. هو الأرقام اللي قالها دي الالتزامات والعقود، لكن هو وصفها بإيه؟ بالبيزنس موديل الفاشل. لكن هي ليها وصف تاني عند الاتحاد الدولي، إنك أنت ما عندكش السلامة والملاءة المالية والشفافية المالية اللي تسمح لك بممارسة كرة القدم. وده اللي كنا بنقوله يا جماعة، طبقوا معايير الاتحاد الدولي هيتظبط الأداء. يعني عشان يتظبط الأداء الكابتن ميدو بيقولك انزل بكل شيء 30%. انت من الأول ما كنتش هتروح للمنطقة الخطر، كنت من الأول هتظبط مواردك أو التزاماتك على مواردك، وهي دي الشفافية المالية. ولما قلنا الكلام ده محدش حب يتوقف أمامه باهتمام. النادي الأهلي بقى في المقابل انه لم ينساق الى ارقام قد تقوده الى هذه المرحله، ان يحط على نفسه التزامات ما يقدرش يفي بيها. يفي بيها. طيب الناس اللي عماله تتكلم على الميزانيات والدوله مش الدوله، هو النادي الاهلي لما الشتاء قبل الماضي في 19 وموقف الكابتن عبد الله السعيد وما تلاه من مواقف متتاليه، كان عنده فلوس اكتر من الزمالك؟ حقيقة الأمر أبدا. ليه؟ لأن في الوقت ده يعني تغيرت الخريطة من الدعم بتاع النادي الأهلي ورعاية مش الرعاية نفسها اتلغت، الرعاية اتلغت وهددتك في فترة في شديدة الحساسية، انسحبت صلة وانسحبت شركة الملابس وصلة والملابس وكل حاجة. واستطاع النادي الأهلي أن يتجاوز هذه الأزمة ويعمل موسم انتقالات عاقل ويعمل عقد أعلى مع بريزنتيشن، ويعمل من خلال بقى إيه قيمته التسويقية اللي الناس عمالة تنكرها وفاكرة إن الناس بتبقشش عليه، لأن مش معقولة كل الناس بتبقشش عليه، الشركات الأجنبية والشركات المحلية، في حين المنافس اللي هو الزمالك اخذ كل الدعم، قالوا النقاز وقالوا فرجاني وقالوا بعد كده بن شرقي باتشيكو وباتشيكو خد دعم بلا حدود بميزانيه ادت الى التزامات بهذا الشكل عليه. النهارده الالتزامات دي بيعاني منها النادي الزمالك لان ما كانتش مرتبطه بقدراته الماديه الذاتيه، كان بالدعم الخارجي. لما تشال بقت في ازمه. ما هو هي كده. وده اللي النادي الاهلي تنبه له، بدليل ان المناقشه الشهيره اللي انتوا فاكرينها لما الكابتن مدحت شلبي مع الكابتن علي ماهر
وكانوا بيتناقشوا هو ليه النادي الاهلي ما يديش لعبد الله سعيد اللي هو عايزه، خاصه انه يستطيع ان يتلقى الدعم، وكان ساعتها العلاقه تسمح بانه يتلقى هذا الدعم. احنا في مداخله انا دخلت قلت للنادي الاهلي مش هيحط التزام الا بقدراته الماليه الذاتيه، واذا كان هناك دعم يبقى خير وبركه في دعم الميزانيه ولكنه مش الاساس. الاهلي سيتحرك طبقا لقدراته الماليه تحسبا لمثل هذه المواقف، وده اللي انقذ النادي الاهلي من الارتباك الشديد اللي كان ممكن يحصل له لو كان انساق في هذا الامر. يا جماعه المساله كلها انت بتدير ازاي وفلسفتك ازاي، وغيرك هو حر في نفسه، لكن انك انت كل ما يحصل لك حاجه عايز تهاجم النادي الاهلي وعايز تقلق مزاعم غير حقيقيه وتعيش في فقاعه وهميه ارضاء لمشاعر الجماهير فقط، مش هتعالج حاجه، مش هتعالج حاجه. وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا بكل التفاصيل مشهد فزاعه وحواديته بعظمة لسانه، لكن دايما وابدا في صفقات الاهلي، في مشوار الاهلي، في كواليس الاهلي، هناك الكثير من اسرار الملك وائل جمعة الصخرة. وائل جمعة واحد من نجوم الفترة الذهبية أو الجيل الذهب الرائع اللي عمل هذه البطولات الكثيرة للأهلي. وائل جمعة انتقل للنادي الأهلي من المحلة، الصفقة بتاعته كان فيها حواديت كتيرة هيحكيها لكم المهندس عدلي. باشمهندس، صفقة وائل جمعة كواحد من يعني نجوم الجيل الذهبي اللي عمل كل هذه البطولات، احنا صفقة مهمة، صفقة مهمة، لأن يعني مستر مانويل جوسيه يوم ما وصل مصر أنا كنت قابلته أنا كابتن الخطيب في البرتغال، فلما جه مصر كابتن صالح قال لي أنت اللي هتبقى معاه، وكان تاني يوم من وصوله الأهلي هيلاعب المحلة فاينل كاس. فأنا خدت الرحلة اللي رحت فيها كان الأستاذ ياسين منصور، صح؟ لا لا، ياسين منصور تاني مرة في التجديد. آه، أنا كان أول مرة في التعاقد كنت أنا وكابتن الخطيب. أيوه. فرحت خدته ورحنا، كان يوم غريب جدا والدنيا زحمه جدا، ما عرفناش نخش غير في لحظه وصول الدكتور علي الدين هلال، الدنيا كانت زحمه من بره، جابوا لنا كرسيين خرزان في المقصوره، مفيش مكان. فانا قعدت جنبه، حتى هو انا بعد الماتش قال لي مستر عدلي يو كيت مي 3 تايمز، وانا برفض بقى الماتش خبطت فيه. فانا بقول له يعني 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 مين اللي عجبك وايه تعليقك بتاع، قال لي لا انا 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 عجبني 9 و9، 9 في الاهلي سمير كمونه ولا 6 و6؟ 6 و6. يعني سمير كمونه ووائل جمعه كان لسه لعيب ما حدش شايفه يعني لفت نظر في هذه المباراه. فتاني يوم الصبح احنا كان عندنا بقى بعد الظهر، يعني الصبح الكابتن صالح تاني يوم الماتش اللي كسبنا فيه الكاس اتوقف سمير كمونه، او سمعنا انه هتوقف سنه يعني كانش لسه اتوقف. فمستر مانويل قلت له انا عندي يعني جود نيوز وباد نيوز، قال لي ابتدي بالباد نيوز. قلت له اللاعب اللي عاجبك في النادي الاهلي غالبا هتوقف سنه لانه نسب اليه انه عمل اشاره خدش. تخيلوا سنه كامله لاشاره لم تحدث. كابتن فاروق جعفر كان مدير فني للمحله بره وائل من بره كمونه من التربويه في تاريخ الاتحادات اتخذت ضد الاهلي، ضد الاهلي اللي هي اللي فيها سنه واثرت كتير على مسيره سمير كمونه السنه يعني. دي الاتحادات المتعاقبه يعني. قال لي طب والجود نيوز؟ قلت له انت كان عاجبك المرادف له في فريق المحله، تحب اجيبه والنادي الاهلي بداله؟ اللي تقدر. قلت له باذن الله، بس الكابتن صالح اهو موجود. فالكابتن صالح قال حكينا له القصه انا ومستر مانويل، قال طب اشتغل عليها اداني يعني كلم الكابتن حسن كلجنه كوره اتفقوا خلاص كلموا نادي المحله عشان يجي وكلموه هو بتاع. بعد الظهر كان عندنا حفله لديكسي
بنودعه عشان يعني كسب الكاس وهيمشي خلاص ومانويل هيستلم منه. ف جاي الاستاذ محمد عبد الوهاب بفتح الموضوع اللي انا عندي نمره وائل جمعه، قلت له الدهاني. كلمت وائل جمعه وكنا في الفندق النيل اللي فيه الحفل، يا كابتن وائل تحب تيجي النادي؟ قال لي يا خبر ابيض طبعا احب. قلت له طب يا خبر ابيض في، قال لي اصل امبارح انا مضيت ورقه للكابتن حلمي طولان. قلت له ايه الورقه دي؟ قال لي يعني اتفاق بيني وبينه. قلت له لا ما تقلقش منها، لانه هو التعاقد لازم تبقى مع الشخص المفوض واللي بيمثل نادي الزمالك، وما اعتقدش ان الكابتن حلمي هيكون هو الشخص المعني، هو خد منك موافقتك لكن انت كده ده مش عقد. قال لي خلاص انا معاك. قلت له بس تمسك بالنادي الاهلي تحت اي ظرف واعتبر الموضوع منتهي. وجه وكانت صفقته بقى اللي، وكان دخول وائل للاهلي من الباب الملكي بقى، اول مباراه له مع ريال مدريد بيتذكرها وائل جمعه. نشوفه. كانت بدايتي بدايه مباراه ريال مدريد يا كابتن هاني. طبعا 120 الف متفرج، فتره كانت صعبه في في مشوار النادي الاهلي، ما خدش الدوري في السنه دي، خد الكاس في الموسم ده، وحصل مشكله في الدفاع لسمير كمونة، وانا المدافع اللي جاي المفروض المنتظر انه يشيل الفريق. فالبدايه قدام 120 الف متفرج والناس عايزه تشوف مين اللي هيشيل الدفاع ده. فمن البدايه الحمد لله دخلت قلب الناس، والناس حطت ثقتها كلها فيا، بقت دي مسؤوليه عليا. فبقى كل مباراه بالنسبه لي يا كابتن هاني متعه. طبعا بقى يعني كل مباراه بالنسبه لي بدايه وتسطير تاريخ بالنسبه لي، لان حسيت بقيمه الشعار اللي انا بلعب ليه، والناس والجمهور اللي بيحبني وبيسندني وبيطلب مني دايما افضل حاجه. كابتن خطيب اللي كان ليه دور في انتقالي للنادي الاهلي من البدايه خالص، ومش هنعيد قصه انتقالي للاهلي، انما هو كان ليه دور مهم جدا طبعاً. يعني كان يكفي يا كابتن هاني اقول لك ان كان عندي شرط جزائي في عقدي مع المحله 60,000 جنيه. ده ساعتها مبلغ كبير. كان مبلغ ساعتها كبير. فساعتها حصلت مشكله الاهلي والزمالك، والمحله كان يعني رافض ان انا فكره انتقالي متمثل. وكابتن خطيب من حسن قراراته وحرصه على اظهار دايما النادي الاهلي في صوره كويسه، راح للنادي المحله ورفع الشرط الجزائي بتاعي ل 600,000 جنيه. كان رقم كبير في الوقت ده اكيد، في سبيل انه ما يبوظش العلاقه بين الاهلي وبين المحله، وان الاهلي يبقى خد لاعب غصب عن المحله. الموضوع برضا بالظبط بالظبط بالظبط. فده من المواقف اللي طبعا دايما انا بذكرها للكابتن خطيب في 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 حسن ادارته للمواقف، ان هو حريص على العلاقه بين النادي الاهلي والانديه الاخرى يعني. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا ونقطه تحسب له طبعا. النقطة الأخرانية اللي في حديث الكابتن وائل مهمة جدا، لأنه دي بتعكس حرص، وأنا حكيت لكم قبل كده لما كابتن حسن فريد راح للكابتن حسن في انتقال حسن عمدي في انتقال أبو تريكة، وقال له 400,000 في لعيب زي كده خسارة زر يعني، فكابتن حسن زودها له إلى 600، وبرضه كان رقم كبير. وده فعلا إحنا بنراعي إن النادي اللي يخرج منه اللاعب يستفيد ويبقى منه بالصورة العادلة، وبتحصل حتى في كل المواقف لنا مع كل أندية وأولها النادي الإسماعيلي. طيب ده كان كلام مهم جدا وأسرار الملك في صفقة الصخرة، لكن زي ما تعودتوا في كل فترات تاريخ النادي الأهلي هناك الكثير من الشموع الحمراء. الأمير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي، واحد من اللي ليهم تاريخ كبير جدا في النادي الأهلي. نشوف هذا التقرير. الأمير عبد الله الفيصل نهر العطاء المتدفق، الرجل الذي عشق الأهلي فعشقه الأهلاوية. الأمير عبد الله الفيصل أو الشاعر المحروم، المولود في عام 1922، الابن البكر للملك فيصل بن عبد العزيز، تربى في كنف جده الملك عبد العزيز، وصف نفسه بأنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب
كما يظن الكثيرون. اهتم رحمه الله بالقراءة والثقافة منذ صغره، فكان يقرأ في الأدب والتاريخ والسياسة، أما الشعر فكان يحتل مكانة خاصة لديه. تغنى بكلمات الأمير الراحل عدد من كبار نجوم الأغنية والموسيقى العربية مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وغير هؤلاء. بدأت علاقته بالنادي الأهلي في نهاية الثلاثينيات، حيث كان يتابع انتصاراته، وتوطدت العلاقة بينه وبين القلعة الحمراء في الأربعينات، وقام بزيارة الأهلي في يونيو عام 1952، وقد سأله الصحفي المعروف كمال الملاخ عن أحسن الأندية الرياضية من وجهة نظره، فأجاب على الفور: النادي الأهلي فقط لا غير. وحرص الأمير على تمويل ودعم أنشطة النادي الأهلي ومشروعاته بالتنازل عن نصيبه في عدة شركات لصالح الأحمر، وقام بإبرام العديد من الصفقات حتى أصبح معشوقاً للجماهير الأهلاوية. من بين هذا العشق حبه للأسطورة محمود الخطيب، بعد أن شاهده في مباراة ودية بين منتخب الشباب المصري ونظيره السعودي في عام 1973، وأعجب بمهاراته التي ظلت لأيام حديث الرأي العام السعودي، ليقوم الأمير عبد الله الفيصل باستدعاء الخطيب وعقد جلسة معه وتقديم النصائح له. وعرفانا بالجميل، قام الخطيب بكتابة رسالة بخط يده وجه فيها الشكر للأمير عبد الله الفيصل على مجهوداته في خدمة الرياضة والرياضيين العرب. وفي اليوبيل الذهبي للنادي الأهلي، شد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من كلمات الأمير عبد الله الفيصل أغنية زين النوادي. وتعبيرا عن الامتنان للأمير عبد الله الفيصل، منحه مجلس إدارة النادي الأهلي الرئاسة الشرفية، وأطلق اسمه على واحد من مشروعاته العملاقة، وهي الصالة المغطاة بالنادي الأهلي فرع الجزيرة. كان للأمير دور بارز في النهوض بالحركة الرياضية في السعودية، ومن فرط حبه في النادي الأهلي أسس ناديا في جدة أطلق عليه النادي الأهلي، واختار له اللون الأحمر عند تأسيسه مثل الأهلي المصري. وفي يوم 8 مايو عام 2007، أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً أعلن فيه وفاة الأمير عبد الله الفيصل عن عمر يناهز 84 عاماً، ليسدل الستار على أحد المحبين والعاشقين للنادي الأهلي. لا، قصة حب وعشق النادي الأهلي قصة الحقيقة يعني تتاخد نموذج ومثل، لأن ده عشق مجرد، مش عايز حاجة من النادي الأهلي غير بحب، وحب مجرد، وكان يأتي في كل مناسبة، وشاهدته أكثر من مرة في النادي الأهلي، وكان على علاقة وثيقة جدا بقيادات النادي الأهلي. وهقول لكم سر صغير كده، في لحظات الخلاف اللي كانت بين الكابتن صالح والفريق مرتجي، أدت إلى استقالة الكابتن صالح، و و و و وما جه الكابتن صالح الذي أنهى هذا الخلاف في لحظة عندما التقى بالكابتن صالح وكان يسير بجواره الفريق مرتجي، وقال لهم: يا جماعة سلموا على بعض. إن الاثنين توقيرا وإجلالا له في ثانية سلموا على بعض وانتهى خلاف ما كانوش يعني مبرر، يعني أما يعني كناش نتمناه. كان له مكانة خاصة، وهو زي ما اتقال كده أول واحد يعني الشموع الحمراء، لا ده مصباح، مصباح علاء الدين، لأن هو لما جه عشان يعبر عن حبه، وأول ما جه كابتن صالح رئيسا للنادي الأهلي قال له: هديتي إن أنا هتنازل عن أسهمي في أحد أكبر الفنادق وقتها لصالح النادي الأهلي، وأيضا في شركة من شركات الأخشاب، مصنع من المصانع المهمة، اده بالكامل أسهمه للنادي الأهلي. لازالت من أصول النادي. أيوة بقى أصول، دخلت على أصول النادي على طول مباشرة، وأسهمت في إنعاش ميزانيته. هكذا كان يحب الأهلي، وأعتقد أنه كان له دور في موضوع أهل جدة تيمنا باسم النادي الأهلي. أسس الأهلي النادي الأهلي وأسماه النادي الأهلي. وعلى فكرة عاشق فن الخطيب بسرعة كده. طبعا، بس عايز أقول لك حاجة شيء بالشيء يذكر، هو رئيس شرف النادي أهلي جدة، أهلي القاهرة ونادي الترجي والترجي التونسي. صحيح.
كان يقدر هذه الكيانات الشعبية الكبيرة. الأمير عبد الله الفيصل لعلاقته بالفن أعجب بفن الكرة للكابتن محمود الخطيب. في فيديو تاريخي ونادر للأمير عبد الله الفيصل يتحدث عن الكابتن الخطيب. الأخ محمود الخطيب، بداية في الأول كنت أراقب بداية في الملاعب وأتوسل واستقبل لها زي ما حصل الآن، ثم احتكيت به واكتشفت فيه شيء اللي أهم من عبقريته في الرياضة، وهي أخلاقه، دمادة الخلق والطيبة والتسامح، مما شدني إليه أكثر واحتضنته كواحد من أبنائي، والحمد لله أنه ما خيب ظني، يعني كان ناجح في دراسته وكان ناجح في علاقته مع الناس، ومثال الطيبة. أني أتمنى لك كل توفيق وخير ويجب. يعني ده رقة مشاعر من شاعر بقى، لما يكون عنده هذا الإحساس المرهف في تقديره القيم. يعني أنا شفت له كذا فيديو الحقيقة بيتكلم على أم كلثوم وبيتكلم على عبد الحليم وبيتكلم على نجوم الفن المصري. لا، من واحد فعلا عنده كل هذه عنده كل هذه الأحاسيس من شاعر كبير. لكن حبه للنادي الأهلي خلاه الحقيقة في ذكرى 50 سنة على نشأة النادي الأهلي يكتب واحدة من القصائد المهمة جدا لعلها لم تكتب في حق أي نادي آخر. ولازالت هذه القصيدة تزين جدران القاعة الرئيسية للنادي الأهلي، قاعة صالح سليم، قاعة مجلس إدارة النادي. يعني لما تدخل أنت فاكر طبعا شفتها، تلاقي متعلقة هذه اللوحة تحمل هذه القصيدة اللي الأمير عبد الله الفيصل كتبها، واحد تحسه انه مدرك جدا لقيمه النادي الاهلي ودوره في جمع شمل العرب. ده كانت بمناسبه 50 سنة، يعني كتبت 57، لحنها محمد الموجي وغناها العندليب الاسمر عاشق الاهلي ايضا عبد الحليم حافظ، زين النوادي. ليبقى الاهلي دائما زين النوادي، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله.